بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم، ويوم جديد من أيام الأهلي في رمضان. كل سنة وحضراتكم دايما بخير، الأيام الحلوة دايما بتجري ورمضان بيجري، ربنا يتقبل صيامنا جميعا. النهاردة هيكون كالعادة معنا في حلقة من حلقات الأهلي في رمضان الحته اللي عندنا، يعني فاهم، هي لسه كانت بتقول لي قول لهم الحته اللي عندنا، يعني المذيعه المتالقه نهاوند ياسر. ازيك يا نهاوند؟ مساء الهنا. سنة حضرتك طيب كابتن اسلام، ودايما يا رب متجمعين كل سنه بالاهلي في رمضان، ودايما تكون يعني حلقاتنا بتفرح حضراتكم. قناه الاهلي بتقدم دايما المحترم خلينا نقول كده المضمون كمان اللي يليق بجماهير النادي الاهلي في كل مكان، ودايما الاهلي كمان يكون مفرحنا كالعاده. عندنا طبعا فتره قادمه مهمه جدا للنادي الاهلي، ماتشات يعني ومؤجلات وغيره، هنتكلم في كل التفاصيل والاجواء الجميله كمان الرمضانيه. بس خلينا بقى نخش النهارده كمان اخبار رمضان ايه. انا حابه عشان دي اول حلقه مع بعض، فيعني النهارده خلينا كده نبدا. رمضان عدى عليه تقريبا 13 يوم، احنا 14 ولا 13؟ 14. 14. الحقيقه رمضان جميل، رمضان حلو في كل حاجه. دايما لما كنت بتسال خلال الفترات اللي فاتت اهم ما يميز النادي الاهلي مش في رمضان بس لكن بشكل عام، كنت دايما اقول يا جماعه النادي الاهلي يميزه عائله النادي الاهلي. عائله النادي الاهلي هي الاساس في كل شيء. صحيح. هذه الكلمه او السلوجان اللي اتاخد مش في الانتخابات اللي فاتت ولكن في الانتخابات اللي قبلها. يمكن انا بالنسبه لي ان السلوجان ده واحد من اهم الامور الخاصه بالنادي الاهلي، وهو التريد مارك بتاع النادي الاهلي. يعني ايه التريد مارك بتاع النادي الاهلي؟ يعني لما عندما تتكلم عن النادي الاهلي يجب ان تتكلم عن عائله النادي الاهلي. ليه انا بقول هذا الكلام؟ لانه الحقيقه احنا بقى لنا كام يوم رمضان، زي ما حضراتكم عارفين هو شهر التجمعات، شهر ان كله بيقرب من بعض، وبالتالي قطاعات النادي الاهلي المختلفه يا نهاوند خلال ال 12 13 يوم اللي فاتوا بتقدم نشاطات كثيره جدا، وبيبقى في روابط فعلا في النادي. انا متفق معاك، بتبقى دايما بتقدم نشاطات، ولكن على الجانب الاخر هناك نشاط اجتماعي اكتر منه اي شيء اخر، وهو ان احنا دايما بنتجمع قطاعات النادي كلها بتجمع الجميع. صحيح. خلال الفتره اللي فاتت على الفطار، يعني كان امبارح في الفطار بتاع مجموعه التنس، كان الاستاذ محمد الغزاوي كان عضو مجلس اداره النادي الاهلي كان متواجد في هذا الفطار، وكان الاستاذ طارق قنديل والاستاذ المجموعه كلها الحقيقه اعضاء مجلس الاداره بالكامل الحقيقه. النهارده السباحه والسله في مدينه نصر، وكله بيبقى معزوم، يعني مش بس القطاع الخاص اللي بيبقى عامل الفطار، كل اي حد ممكن يروح. يعني دايما نقول فعلا عيله الاهلي، ودي احلى حاجه بتميزنا كده. فعلا هو ده اللي انا بقوله، انه في الاخر لما تيجي تشوف اللي موجودين، انا بروح الحقيقه كل هذه الافطارات لانه انا ببقى عايز ابص، عايز اتفرج، عايز اشوف ايه اللي بيحصل. بروح ناكل طبعا وكل حاجه، ولكن ده جزء اساسي والاكل بيبقى حلو وكتير وبسم الله ما شاء الله، ولكن الاكثر بالنسبه لي بيبقى المشاهده والنظر للي موجودين كلهم. التجميعه دي فعلا، التجميعه دي مين اللي موجود؟ بلاقي ان اعضاء النادي الاهلي، اعضاء الجمعيه العموميه موجودين طبعا. اللي هو اي حد معدي اتفضل موجود. هي دي عائله الاهلي. عشان كده انا بقول انه عائله الاهلي بشكل مختلف دائما ما تكون متواجده. النهارده في حمام السباحه في مدينه نصر 3-4 آلاف واحد موجودين. ما هم مش دول الفرق بقى، اكيد اعضاء الجمعيه العموميه واللي موجودين، كان الاستاذ خالد مرتجي برضو، الاستاذ محمد الغزاوي، الاستاذ محمد الجرحي، الاستاذ طارق قنديل، الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، الكابتن وائل عزت النهارده مدير حمام، مدير القطاع السباحه في النادي الاهلي. الكل الحقيقه النهارده كان متواجد و مش بيحتفل، ولكن الكل كان بيتجمع. دي النقطه. كمان عايزه اقول لك على حاجه، انا قلت الكلام ده اول حلقه خالص مع كريم، لان دي كانت حاجه حاصله، وهعيد تاني القصه، انها قصه جميله. انا بحب اروح النادي اوقات بعد الهوا، وفي هناك بعض الاعضاء اللي احنا حافظينهم، يعني حافظينهم، هم بيحبوا دايما لما نروح يتكلموا معانا ويرغوا معانا وغيره. في شخص تقريبا فوق ال70 يا كابتن اسلام، شخص لطيف جدا، هو دايما بيكون متواجد في النادي هو لوحده. كنت بتكلم معاه قبل كده، بيقول لي بص يا نهاوند، انا باجي هنا بصحى، طبعا هو على المعاش ويعني راجل كبير في السن ملوش حد. هو كان متزوج وزوجته يعني توفت، هو بيقول لي انا باجي هنا النادي بعد ما بصحى بفطر، وباجي النادي افضل قاعد وسط اهلي وسط عيلتي. صحيح. وهو متواجد بالمناسبه برضو بيفطر في النادي في رمضان. فهي القصه كلها ان انت مش مشترك في نادي وخلاص، لا، النادي الاهلي مختلف. وقلنا الكلام ده قبل كده حتى لما كنا بنتكلم عن الاشتراكات، كنا بنقول دايما في اهالي بتبقى باصه انا عايز اسيب ابني الصغير وارجع الاقيه كويس، وابقى مطمن على ابني اللي هو التينيجر او اللي في سن المراهقه،
وابقى مطمن على والدتي اللي عندها فوق الستين سنه ان هي هتبقى كويسه، او 70 سنه لو سبتها او غبت عنها ورجعت، ان هي وسط عيله الاهلي. ده كلام مش كليشيه على فكره، ده كلام واقعي. ما هو ده اللي انا شفته النهارده طبعا. يعني ايه؟ يعني انا زي ما بقول كده، قد يرى البعض او ان يعني العزومات دي لازم الواحد يروح، اه طبعا لازم تروح، ولكن انا شخصيا لما بروح بروح على سبيل المشاهده. ان انا بشوف بقعد، يعني حتى كل الناس تقول لي تعالى نصور ونعمل الحاجات اللطيفه الجميله دي، ولكن في الاخر انا ببقى واخد جنب كده، اقعد اتفرج، اشوف الوشوش، اشوف عائله الاهلي الحقيقيه بالمناسبه، بدون اي بقى فلسفه، بدون اي كاميرات، بدون اي حاجه. وبقول دايما ان انا، لان انا بطلع مره واحده في الاسبوع خلال شهر رمضان، وبالتالي قلت لما اجي اطلع واتكلم مع حضراتكم هحكي لكم اللي انا بشوفه، هحكي لكم يعني ايه النادي الاهلي، هحكي لكم يعني ايه عائله النادي الاهلي، هحكي لكم يعني ايه السباحه تعمل فتلاقي 3 4000 واحد موجودين في الفطار، تلاقي التنس بيعمل فهتلاقي 1000 ولا 1000 ونص يمكن عشان العدد او المكان اصغر شويه، لكن السله بتعمل فهتلاقي عدد اكبر عدد موجود، اليد بيعمل فهتلاقي. وبالمناسبه الوشوش اللي بتشوفها هنا هي اللي بتشوفها هنا، بتشوف الوشوش اللي موجوده، اعضاء الجمعيه العموميه في مدينه نصر، اعضاء الجمعيه العموميه في الشيخ زايد، اعضاء الجمعيه العموميه في الاهلي في الاهلي التجمع، في كل حته وفي كل مكان بتلاقي الوشوش موجوده، لانه زي ما قلنا وزي ما بنحكي مع حضراتكم عائله الاهلي. هذا هو الفارق الكبير جدا 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 ما بين النادي الاهلي واي حد. لا اقصد اي شيء والله، ولكن هنا انا بتكلم على حاجة أنا واقعية، يعني ده أمر ملموس، يعني دي حقيقة فعلا. يعني طول ما أنت بتنتمي لعيلة الأهلي أنت مش وحيد، حتى لو كانت ظروفك أيوة. إيه ده كلام بجد والله، مش إحنا اللي بنقول ده، كلام يعني من الأعضاء ومن الناس اللي بتنتمي للنادي الأهلي، يعني هي اللي بتتكلم، وإحنا بنبقى سعداء جدا إن إحنا كمان جزء من هذه المنظومة أكيد حقيقة. فكل سنة وإحنا جميعا بخير، والوقت بيجري بسرعة، النهاردة 14 رمضان، لكن إن شاء الله كده يعدي الفترة اللي جاية أو الأيام اللي جاية كمان، وربنا يتقبل مننا بإذن الله. يا رب تقبل مننا. عايزين نزود في ال 15 يوم اللي جايين، ال 15 يوم اللي جايين رمضان بينتهي، سبحان الله احنا لسه كنا بنتكلم مش معقول اكتر شهر يعني بيجري بسرعه، وسبحان الله شهر خيرات، ودايما ربنا يتقبل منا كل حاجه حلوه يا رب نعملها في هذه الايام الجميله. ولكن على الجانب الاخر منتخبنا الوطني هو بيلعب مباراته الاولى في دوره عاصمه مصر. الحقيقه امام عاشور اتخبط في كتفه، لانه امام من اللعيبه اللي انت تحبيها، امام من اللعيبه اللي انت لما تشوفها تلاقيه دايما بيجتهد في لعبه، سواء مع المنتخب سواء مع النادي الاهلي سواء في اي حته بيلعب فيها الحقيقه. وبالتالي عندما ترى امام عاشور بتبقى سعيد جدا بهذا الرجل او بهذا اللاعب المحترم. الحقيقه كلنا زعلنا، كلنا اتضايقنا على امام عاشور، كلنا كنا شايفين ان امام عنده هنفتقده خلال الشهرين ثلاثه اللي جايين للاسف الشديد، لانه تدريبات يوميه بيتواصل بها النادي الاهلي خلال هذه الفتره استعدادا لمواجهه يوم الجمعه ان شاء الله، زي ما انت عارفه وزي ما كل جمهور النادي الاهلي يعلم تماما، استعدادات النادي الاهلي قائمه. الفريق دلوقتي بيستعد الحقيقه بدون القوام الرئيسي المتواجد مع كل المنتخبات الوطنيه تقريبا، يعني كولر عايز يجهز كل اللعيبه، يتعامل مع كل الظروف قبل مواجهه سيمبا. ياما اتحطينا في ظروف زي دي، وياما شفنا ظروف زي دي كتير يا نهوان. اتفق معاك جدا كابتن اسلام. هي مباراه في الاول في الاخر طبعا هتبقى مباراه صعبه، مباراه قويه زي ما كان كابتن اسلام بيتكلم، زي ما الكل شايف الاهلي بيمر طبعا بظروف صعبه جدا، ظل تواجد عندك الدوليين مع المنتخبات بتاعتهم، الاصابات اللي بيعاني منها الفريق كل مره وكل موسم وقبل كل بطوله بنقول يا رب ما يبقاش في اصابات، لكن للاسف الشديد الامر يعني دايما بيبقى متكرر، دي حاجه مش في ايدينا تماما. كناش نتمنى ابدا اي لاعب بالمناسبه، يعني مش قصه بس امام عاشور، لكن طبعا امام عاشور من اللعيبه اللي اندمجت بشكل كبير جدا، قدمت بشكل سريع جدا على الارض كتير للنادي الاهلي، ارتبط الجماهير بامام عاشور، ارتبط هو بالنادي الاهلي، فقصه حلوه وعلاقه حلوه. فللاسف الشديد احنا بنقول امام عاشور طبعا نقول له الف سلامه عليك، ترجع بالف سلامه، ويا ريت يبقى ريكفري طبعا سريع وتكون افضل كمان من الاول. هو بيجري مفروض النهارده واجرى عمليه جراحية الحمد لله كانت ناجحة، بنطمن برضو حضراتكم في الكتف، وده كان بمعرفة يعني أحد كبار الأطباء المتخصصين. كلنا عارفين طبعا إمام عاشور كان تعرض للإصابة زي ما كان كابتن إسلام بيحكي وقت منتخب مصر يعني. وخليني برضو أضيف هنا دكتور أحمد جبلة طبيب الفريق قال تحديدا أن الجراحة اللي أجراها إمام عاشور يعني بتدعو للتفاؤل، ما فيش أي قلق إن شاء الله، بس هتكون فترة وهيغيب عن الملاعب ويعود مرة تانية بإذن الله يتألق، لأن وجوده
اساسي. حتى لو احنا بنتكلم ان طبعا الاهلي بنحضر والسكواد بتاعنا احنا عندنا سكواد واثنين بالمناسبه، لكن برضو في لعيبه وجودها امر مطمئن لباقي الفريق، فباذن الله يعود يعني في اسرع وقت باذن الله. الحقيقه برضو لانه النقطه دي انا ناس كتيره جدا، انا امبارح واحنا قاعدين ولا اول امبارح حتى كان برضو من كام يوم عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ محمد الجرحي عامل السحور بتاع كل سنه، فاحنا قاعدين بنتكلم ففي البعض بيسالني يقول لي يعني هو اسلام انت من رايك ان امام عاشور وصل للمستوى اللي كان بيلعب فيه قبل كده في نادي الزمالك وما قبل نادي الزمالك؟ وانا الحقيقه السؤال ده بالحقيقه بيحيرني جدا، لانه النادي الاهلي يا جماعه لازم تعرفوا، كل الناس لازم تفهم هذه الكلمه لانه كلمه مهمه جدا. النادي الاهلي مختلف شويه، النادي الاهلي عندك الجماهير والمدير او المدير الفني الحقيقه تحديدا مبدا او اي مدير فني بيجي النادي الاهلي بيبقى همه الاول هو التكتيك، ازاي اقدر العب بشكل تكتيكي متميز عشان اقدر افوز، وهو ما يميز النادي الاهلي. وبالتالي اي لاعب بيخش في المنظومة النادي الأهلي بيعمل إبداعاته وبيعمل كل حاجة، ولكن في نفس الوقت في الآخر بيبقى التكتيك هو الغالب على الأمر. يعني إيه؟ يعني أنت كباك رايت مثلا ممكن يقولك إيه أصل إسلام كان في الإسماعيلي أفضل من الأهلي، لا هي مش كده خالص، ولكن إسلام ملتزم في الأهلي أكتر من أي حتة تانية. يعني إيه؟ ملتزم بواجبات، فرض شخصية الأهلي بتتفرد على كل لاعب ينتمي ليه، واجبات معينة. صحيح. يعني إيه؟ يعني هناك واجبات معينة المدير الفني بيطلبها منك وهي المطلوبة، إذا زودت عنها أوكي، ولكن المطلوب هو 1 2 3. لو عملت 1 2 3 أنت 10 على 10، لكن ممكن تعمل 4 وما تبقاش 10 على 10 بالمناسبة، طالما ما عملتش 1 ولا 2 ولا 3. عشان كده أنا بقول لحضراتكم أنه إمام عاشور وصل لأعلى مستوى ليه. أنا شخصيا كنت أتمنى أن إمام يكمل، لكن طبعا الإصابات دي قدرية قدرية وناس كتيرة كانت على السوشيال ميديا بتقول لك ده حسد من كتر ما التركيز مع إمام عاشور بشكل كبير. هو فعلا من اللعيبة، بغض النظر حسد ولا لا، احنا ممكن نكون بنهزر الناس دي بتهزر، بس هو فعلا من اللعيبة منذ انضمامه للنادي الأهلي وتم التركيز عليها بشكل كبير جدا. حقيقي ما تفهمش فيه إيه يعني، طبيعي. بس طبيعي لأنه هو طبعا لاعب تقيل جدا جاي من نادي منافس اكيد ومنافس شرس، وجاي النادي الاهلي واكيد تحدي كبير ليه، وتحدي كبير كمان لازم النادي الاهلي كمان يبقى على الصعيد الثاني الصفقات اللي بيجيبها بتنجح، وده امر على فكره طبيعي جدا، فهي وين وين سيتويشن. اه تحدي صعب، لكن التركيز مع امام عاشور عالي جدا. انا عجبني بصراحه في البرنامج كان مع رامز ان هو لما كان ميدو بيحاول يصر ان هو يقول حاجات ثانيه، انا عجبني الإصرار، عجبني التفاني، عجبني. أنا على فكرة بالمناسبة من الناس اللي أحب أسمع، فكان إصراره أنه هو أهلاوي، كان إصراره أنه هو بينتمي النادي الأهلي. مش عارفة ليه في ناس حابة تسمع حاجة تانية الحقيقة، ما بفهمش، بس يعني ما علينا ما علينا. كلها أمور في الآخر من الناحية النظرية عندما تنظر للي بيعمله إمام عاشور وبقية اللاعبين في النادي الأهلي هتجد أن دايما زي ما كنا هنا بنتكلم عن نواحي الإنسانية داخل النادي الأهلي فيما يخص عائلة النادي الأهلي، تجد على الجانب الآخر في النواحي الرياضية والنواحي الفنية تحديدا وكرة القدم تحديدا أي لاعب بيخش فهو ترس من التروس اللي موجودة داخل النادي الأهلي. مفيش لاعب يعني هو اللي بيشيل الفرقة، مفيش حاجة اسمها كده داخل النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي بيشيله 11 لاعب او انا اسف 30 لاعب موجودين في قائمه النادي الاهلي مع مدير فني يستطيع النهارده ان هو يضع اسلام، بكره يضع محمد، بعده يضع علي، هو حر في الاختيارات اللي هو بيختارها، لانه في النهايه انت عندك المدير الفني هو اللي دايما بيسال في مثل هذه الامور وبيحاسب في اخر السنه. وبالمناسبه مين اللي بدع كلمه الحساب اخر السنه؟ هو النادي الاهلي أو عقيدة النادي الأهلي. عقيدة النادي الأهلي بمعنى أنه أنا مش هاجي في نص الموسم أمشي إسلام علشان إسلام خسر ماتش، ما هو إحنا خسرنا من سان داونز 5-2 أنا على ما أتذكر في آخر بطولة خدناها أمام الوداد، وكسبت في المباراة النهائية، وصلت المباراة النهائية وكسبت المباراة النهائية، وبالتالي دايما الحساب بيكون نهايه الموسم. طبعا الاستقرار الاداري شق اساسي من كيان النادي الاهلي، احنا ما عندناش الحساب بالقطعه، ده مستحيل. ولو ما كانش فيه ده، ولو ما كانش النادي الاهلي بيقدم ده، ما كانش هيبقى فيه النتائج دي. لان قصه ان انا اقعد اجيب مدير فني وامشي على فكره ما بتحصلش في العالم. يعني احنا كنا بنتكلم حتى على منتخب مصر لما كنا بنسمع دايما في تغيير في مديرين فنيين، كنا بنقول ده عمره ما بيحصل في العالم. يعني صحيح. احنا دايما بنبقى كده التجربه الاولى، يعني حاجه كانت صعبه جدا على كل حال اللي فات مات.
على حاجه جديده. ربنا بس يقوم امام بالسلامه ان شاء الله، دي اهم حاجه في اسرع وقت. الحمد لله ان اطمنا ان العمليه ناجحه لحد دلوقتي، بس طبعا الريكفري هياخد كده كده وقت، يعود بقى لما يبقى جاهز بشكل كلي، بس اكيد محتاجينه في اسرع وقت طبعا ان شاء الله. موضوع تاني يا نهاوند برضو انا عايز اتكلم معاكم فيه، لجنه المسابقات قررت تاجيل مباراتي الزمالك ضد بلديه المحله ومودرن فيوتشر ضد الاهلي في الجوله ال 17 من بطوله الدوري. خلاص الخبر ده صدر في الساعات الاولى من صباح اليوم النهارده. معلش انا في المواضيع دي ببقى يمكن عشان انا بتكلم فيها كتير والله كل لانه انا دايما اجد البعض يحاول ان يزج باسم النادي الاهلي في كل شيء، صحيح، حتى لو كان الامر امر لائحي. يعني ايه؟ في لائحه بتقول ان انت لو مسافر بره مصر ترجع تلعب بعد 4 ايام. خلاص مش انا اللي بقول ولا نهاوند بالمناسبه، ومش مهم اسم النادي ده بغض النظر، برافو عليك. دي رولز دي موجوده واحنا بنتكلم فيها. طيب لو جوه مصر بيلعب مباراه افريقيه يلعب بعدها بكام؟ 3 ايام. برضه مش اسلام ولا نهاوند اللي بيقولوا الكلام ده بالمناسبه، وكل يوم اطلع اقول لحضراتكم هذا الكلام، او مش بقول لكم انتوا، انا بقول للناس الثانيه. الماده 109 الخاصة بالشروط العامة وبند التأجيلات، تاني هقراها لكم بقى كما هي يا نهاوند، كما هي أرجوك معانا حطوها لنا. مش إسلام برضو ولا نهاوند بالمناسبة، ده بند التأجيلات يا جماعة. هنلاقي إن المباريات المحلية تقام على ثالث يوم، لو المباراة أفريقية أو عربية مقامة في مصر. نركز هنا بتتلعب على ثالث يوم في المباراة الأفريقية بتاعتك في مصر، أما لو خارج مصر بتلعب على ربع يوم. ده اللي انا كنت بتكلم فيه انا ونهاوند حالا. طيب هنا انا بس عشان بلاقي البعض، يعني مثلا كابتن مدحت شلبي مره طلع وقال لك عواطف والكلام اللطيف اللي هو بيقعد يقوله كابتن مدحت ده. طبعا كابتن مدحت اسم كبير في عالم كره القدم والكلام ده كله، ولكن يعني عندما يتكلم كابتن مدحت وقتها تكلم على ان النادي الاهلي مؤجل له مباريات، هو ما قالش اسم النادي الاهلي، ولكن قال النادي الاهلي مؤجل له مباريات كثيره على سبيل المجاملة، يعني على سبيل المجاملة هو بيقول عواطف يعني فاهمة. فهو انت عارفة كابتن مدحت وطريقته لطيف يعني في من ده كتير يعني. بس على اي اساس بقى الكلام ده بيطلع؟ محدش فاهم الحقيقة. لا هناك لائحة، ما هي اللائحة هي يا جماعة واللائحة قالت كده. طيب الزمالك وفيوتشر هيلعبوا في الكونفدرالية في القاهرة. هيلعبوا فين؟ يا جماعه قولوا معايا، هتلعبوا فين يا نهاوند؟ في القاهره مش خارج القاهره والله اهو. صح ولا مش صح؟ هيلعبوا فين يا جماعه؟ في القاهره. والاهلي مش طرف برضو بالمناسبه. بالمناسبه الاهلي ليس طرفا، عشان ناس كتيره بس تجرد بقصه التاجيلات، رغم ان تاجيلات النادي الاهلي بتكون طبقا للائحه او بقرار من الرابطه بالتنسيق مع جهاز المنتخب وليس شيء اخر. فيا جماعه مفيش حاجه اسمها عواطف. الكلام اللطيف اللي بيدغدغ الجماهير من ناس معينه زي ما قلت لحضرتك كابتن مدحت على دماغنا وراجل حبيبنا وكل حاجه، ولكن انا هنا بتكلم في موقف محدد هو اتكلم فيه من زمان. النهارده نادي الزمالك وفيتشر بيتاجل لهم الماتش على الرغم من ان الزمالك وفيتشر هيلعبوا في مصر. حد اتكلم غيرنا انا وانت انا وند ولا لسه؟ والله انا لحد دلوقتي ما سمعتش مع انه من الصبح حد هيتكلم بقى، دي مش عارفين يا ترى هيبقى في عواطف ولا هيبقى في حاجه صعبه. وهنرجع نقول تاني الاهلي بره القصه، احنا مالناش دعوه تماما بهذه الامور، لكن هرجع اقول وهضيف وهاكد كلام كابتن اسلام اللي بيرغي كتير في القصه دي للاسف الشديد، ويدخل اسم النادي الاهلي في جمله انا هشوف مش مفيده، هي جمله غير مفيده، يا ريت يعني نستسمحه ان هو يسكت او يهدى، لان اللائحه زي ما كنا بنقول لحضراتكم دلوقتي اللائحه واضحه بشكل كبير جدا، اللي بيحصل كمان واضح بشكل كبير جدا، والواحد برضو مش عاوز ان هو يتكلم كلام خارج المنطق يعني. ولجنه المسابقات واضحه، ففي الوقت اللي بيحاول فيه ان هم او بيحاولوا فيه ان هم يلتزموا باللائحه بيطلع ليهم بعض الناس تقول لك اشمعنى. طيب ما هو اشمعنى دي ممكن نقعد نقولها لبكره، ممكن نقولها للسنه الجايه، ممكن نقولها على طول. فبرضو هرجع اقول وهنرجع ناكد الاهلي مش طرف وملناش علاقة تماما باللي بيحصل. فتاني مباراة
يعني نرجع للمباراه بقى، يعني خلاص خلينا نتجنب ده، لكن المباراه هنا بنتكلم عن الاهلي. ما ينفعش تتجنبي. انا كنت عايزه اعديها والله، بس انا عارفه انك مش هتعديها. ايوه، لانه انا بتضايق جدا، لانه كل يوم احنا في مثل هذه الامور. وهنستمر على فكره. حضرتك في البرنامج الصبح مش بتطلعي اول حاجه لما بتشوفي اخبار النادي الاهلي تلاقي الناس اللي عماله تهزر وتتكلم وتقول لك اصل الاهلي وبيتاجل له وبيتعمل له، هو مش بس كده، هو بيكسب بالتحكيم وبالمجاملات ولجنه الكره ومش عارف ايه، كل الكلام ده بيتقال منذ تقريبا نشاه النادي الاهلي، وهيفضل يتقال كابتن اسلام، هيفضل يتقال. ولكن عندما يقال الامر بمنطق انا ممكن اتقبله بالمناسبه، ولكن هنا ما فيش منطق. هنا حضرتك لايحه، وللمره المليون بنقول هذا الكلام، للمره المليون و500 بنقول هذا الكلام. يا جماعه حرام عليكم، مش كده، مثل هذه الامور لا تقاد بهذا الشكل. يا كابتن فلان ويا كابتن علان، عندما تتكلم خلي بالك من الكلام اللي انت بتقوله، انظر للائحه اولا. عندما تتكلم عن النادي الاهلي اعرف ان في يوم هيحصل حاجه لانديه اخرى. وانا هنا برضو ما بقولش اهلي وزمالك عشان ما حدش يدخلني في اهلي وزمالك، ولكن انا هنا بتكلم عن مباراه تاجلت طبقا، او مباريات تاجلت طبقا للائحه، ومباراه النهارده او النهارده الصبح اتاجلت، والله ما حد عارف هي اتاجلت ليه. هي اتاجلت عشان ماتش الاهلي والبلديه اتاجل، ولا عشان ايه؟ المباريات الافريقيه خارج مصر انا بلعب رابع يوم، انا متفق ما عنديش اي مشكله في هذا الامر، ولكن المباريات الافريقيه اللي بتلعب في مصر بلعب ايه؟ تالت يوم، صح ولا مش صح؟ يبقى المباراه اتاجلت ليه؟ ما هو اتمنى ان حد يطلع يرد عليا والله العظيم. احنا ما اعترضناش، ولا حد طلع اتكلم، ولا حد اصلا يعني اثار اي مشكله يعني من الجانب الاخر. ما هو انا حتى لو معلش لا، انا حتى لو قلت ان دي مشكله، انا لا اقصد نادي الزمالك برضه عشان ما حدش يقول الزمالك واهلي وبتاع، لا لا خالص، لكن هي لائحه يا جماعه. انا هنا اقصد هو على الاهلي والزمالك بس، انا هنا اقصد لجنه المسابقات والناس اللي بتاجل مثل هذه المباريات. يا جماعه ما تطلعوا تقولوا لنا هل مثل هذه المباريات يتم تاجيلها طبقا لاهواء معينه، طبقا لامور معينه، طبقا لايه، ولا طبقا للائحه واحنا مش واخدين بالنا؟ حد بس يطلع، والله ما هنزعل، والله ما هنتضايق. على فكره احنا من الناس في قناه الاهلي من اول البرامج الصبح لغايه بالليل تلاقوا دايما قناه النادي الاهلي بتتكلم بمنطق، ما عندناش مشكله ان احنا نتراجع عن الكلام اللي احنا بنقوله، ولكن عندما يكون هناك سبب او اسباب معينه تخلينا نتراجع عن الكلام اللي احنا بنقوله. لكن ما مش ان انا اطلع اقول ايه والله يا جماعه انا اجلت الماتش، إيه بما ان الاهلي والبلديه تاجلوا فناجل بقى الزمالك وفيوتشر كمان، ولا الزمالك ومين اللي كان بيلعب يتاجلوا، ناجل الماتش ده والماتش ده عشان نراضي الطرفين. يا جماعه مراضيه الطرفين دي انتهت خلاص. في حاجه اسمها لائحه وقانون يتم تطبيقه، يجب ان يكون هناك امور معينه علشان نقدر نمشي عليها. القانون بيتحط عشان نمشي عليه، اللائحه بتتحط عشان نمشي عليها. مين اللي يمشي عليها حضراتكم؟ كل انديه مصر، كل انديه مصر. انا اسف، الزمالك والبلديه والاهلي وفيوتشر، فالماتشين اتاجلوا. انا وانا بقول لي كده، انا بقول يا جماعه لان هذه هي لائحه، والأهلي لا يجامل في التأجيلات مرة تانية وثالثة وعشرة، وبكرة هتلاقوا غيري بيقول، وبعده هتلاقوا غيري بيقول، ولكن في النهاية لا يوجد مجاملة لأي حد. هذه هي لائحة بيتم تطبيقها. نرجع بقى للماتش. يعني بص والله لو قعدنا نرغي من هنا سواء برضو للاسف الشديد، والكلام ده كمان بيطلع من زي ما اتكلمنا، يعني طبعا كل احترامنا كابتن مدحت، بس بيطلع من قامات كبيره. يعني فده اللي بيحزنك اكتر، عارف لو حد على السوشيال ميديا فاتح تشانل على اليوتيوب بيتكلم كده عادي محدش هيسمع، لكن بيبقى قامات كبيره بتتكلم بالمنطق ده تبقى غريبه شويه وغير مقبوله. بس احنا ايه، هنتجنب دلوقتي الموضوع ده، بس مش هنسيبه انا بقى نرجع له تاني. خلينا بقى نروح لمباراه الاهلي وسيمبا، ونتكلم شويه عن تاريخ مواجهه الاهلي والفرق التنزانيه تحديدا، لان هو تاريخ فعلا حافل وكبير جدا. الاهلي خاض معاهم بلغه الارقام 22 مباراه، حقق الفوز في 12 وتعادل في 5 وخسر في 4. خلينا نروح نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل. بالمناسبه تنزانيا بلد لطيفه، يعني لطيفه وكل حاجه، ولكن النفس فيها برضو يعني بعد اثيوبيا وكينيا بتلاقي تنزانيا برضو من البلاد اللي النفس فيها صعب شويه. زرتها كم مره؟ تنزانيا مش فاكر، بس يعني لعبنا فيها كتير. تنزانيا من الفرق دايما اللي دايما بتبقى موجوده معانا في دوري ابطال افريقيا، ولكن انا بس دايما بفتكر البلاد اللي الواحد بيعاني فيها والله. فتنزانيا دي عدت يعني. نورهان ازيك يا حبيبتي، اخبارك ايه؟ كله تمام؟
الحمد لله. برحب بيك طبعا، وبرحب بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، وبرحب بيك يا نهوان. برحب بيك طبعا. مساء الخير يا نهوان، ده بعد صباح الخير دايما بنقولها. طبعا فقره الاخبار زي ما عودناكم في الاهلي في رمضان هتكون معانا، واول خبر دايما نحب يكون عن فريقنا الاول. وطبعا اجرى امام عاشور لاعب النادي الاهلي عمليه جراحه ناجحه في الكتف بمعرفه احد كبار الاطباء المتخصصين، وذلك عقب الاصابه التي تعرض لها اثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التي تستضيفها مصر حاليا. وقال دكتور أحمد جبلة طبيب الفريق أن الجراحة التي أجراها اللاعب تدعو للتفاؤل وتقلص فترة غيابه عن الملاعب، والتي سوف تتحدد في ضوء البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام القادمة. ومن كرة القدم طبعا لسيدات اليد، وتوجنا ببطولة كأس مصر. قبل بس ما تكملي في كرة اليد يا نورهان، على فكرة مباراة مصر ونيوزيلندا المباراة الأولى لمنتخب مصر، أنا اكتشفت بعدها أن قد تكون الروح عادت لمنتخب مصر. صحيح. ليه؟ لأنه لقيت ناس كتيرة جدا بتكلمني يا نورهان عايزة تحضر الماتش، عايزة تحضر الماتش. صحيح. يعني برافو عليك، لأنه صح. ده معناه ما كانش بيحصل، خدي بالك. صحيح. يعني إحنا ممكن نكون علامة للباقي، لأنه الأول ما كانش حد بيكلمك يقولك أنا عايز تذاكر وبتاع. لا، النهاردة أو الفترة اللي فاتت تحديدا من بعد مباراة نيوزيلندا لغاية من شوية حتى، أنا افتكرت وأنت بتتكلمي. صحيح. أولادي بيكلموني، أصحابهم بيكلموني، أصحابي بيكلموني، عايزين نروح الماتش، عايزين نروح نتفرج على الماتش. وبالتالي أنا متأكد أن احنا هنجد في مباراة القادمة أمام كرواتيا عدد أكبر من اللي كان موجود، خصوصا في ظل أن احنا عندنا استاد بصراحة يعني كل الناس اللي راحت انبسطت قوي، حاجه جميله جدا بشكل محترم جدا. انا اسف ان انا لا 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 طبعا وطبعا انا بس فعلا نقطه فعلا مهمه. صحيح. وعايزه اقول لكم بقى حاجه، انا عندي ناس صحابي من كرواتيا. أوكي. شوف انت بقى علاقه وصلت لفين، بس بجد والله جروب كبير جدا جم مصر، جم امبارح علشان يحضروا المباراه. أوكي. فده في حد ذاته حلو جدا برضه، يعني انا شايف ان ده شيء رائع جدا، ومنهم المتحمس بشكل كبير جدا. وكمان صور اللي نزلت للمباراه الاولى مع نيوزيلندا للاستاد وللاجواء، كل ده على فكره لصالح في الاول وفي الاخر كمان، مش هنقول الرياضه المصريه والكره المصريه، صالح مصر كسياحه رياضيه كمان بنتكلم. فهي عمليه ناجحه من كل الزوايا الحقيقه، وانا متفائله زيك على فكره. لان احنا كنا بننتظر مدير فني، وانا كنت من الناس اللي نفسي يبقى في مدير فني محلي بغض النظر عن الاسم، لكن كنا محتاجين ده. انا كنت شايفه ان الروح كانت ناقصه بغض النظر عن الفنيات، ما كانش بيروح الحقيقه. احنا بنحلم بتكرار تجربه طبعا كابتن حسن شحاته تاني اكيد، يا رب ان شاء الله. وخلي بالك ممكن اكون انا بحسها اكتر، لانه ان انت تلاقي نجم كبير بحجم حسام حسن واقف على الخط، اللعيب نفسه بمنتخب مصر اسم، ولكن ان انت تلاقي كابتن حسام حسن واقف على الخط بالنسبه لك دي حاجه كبيره جدا. بالنسبه لاي حد من الجيل بتاعنا لما يشوف كابتن حسام ولا حاجه، لا انت كابتن حسام حسن، يعني اعتقد ان ده بيفرق مع اللعيبه كتير جدا. صحيح. انا اسف. صحيح. ان انا قطعتك. لا يا كابتن وليم، اتفضلي. طبعا نروح لتاني خبر معانا، وعن سيدات كره اليد ونبارك لهم بعد كده تخلص بقى. لا عشان ما تخلصي عشان كده كتير ببطوله كاس مصر على حساب نادي الشمس في المباراه التي اقيمت بين الفريقين على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه. وقدم النادي الاهلي عرضا قويا خلال المباراه النهائيه، بعد ان انتهى الشوط الاول بتقدم الاهلي بنتيجه 18-11، وصل الفريق تفوقه في الشوط الثاني لتصل النتيجه الى 28-19 بفضل الدفاع القوي على الدائرة والمرتدات السريعة تحت قيادة مدربه محمد يوسف ليحسم اللقب المحلي لصالحه. طبعا كابتن محمود الخطيب حرص على رئيس النادي طبعا على تهنئه اللاعبات وتهنئه الفريق الاول لكره اليد وجهازهن الفني والاداري والطبي بالفوز بكاس مصر بجانب بطوله الدوري التي حققها الفريق قبل ايام. واشاد رئيس النادي بالاداء المتميز للاعبات وروحهن العاليه والاصرار على المكسب والجمع بين البطولتين، وقال ان الفوز يحمل الفريق مسؤوليه كبيره ويزيد من تطلعاتنا نحو التتويج بالبطولات القارية. وعلى ذكر بقى طبعا البطولة، يعني نروح لبطولة العاصمة وبطولة مصر، وخطف منتخب كرواتيا الأضواء بقيادة المخضرم لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الأضواء خلال معسكره الحالي في مصر. وقامت اليوم بعثة منتخب كرواتيا بزيارة الأهرامات على هامش معسكرهم، ويخوض منتخب كرواتيا فعاليات كأس العاصمة الإدارية الودية المقامة في مصر ضمن سلسلة فيفا التي تنظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم. وكانت تأهلت كرواتيا إلى
إلى نهائي البطولة الودية عقب فوزها على تونس بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل السلبي. وطبعا استمرارا عن للحديث عن منتخبنا، وافق منتخب مصر بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن على سفر أحمد حجازي طبعا قائد المنتخب إلى السعودية بسبب ظرف أسري طارئ لتواجد عائلته في السعودية. كما تم الاتفاق بين جهاز منتخب مصر وأحمد حجازي في حالة انتهاء الظرف الأسري الطارئ واستقرار الأمور الأسرية أن ينضم اللاعب لمعسكر المنتخب في إطار الاستعدادات لمباراة كرواتيا المقرر إقامتها في 10 مساء يوم الثلاثاء المقبل في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر. الخبر اللي جاي يهم ناس كتير جدا عن طبعا اللاعب أحمد رفعت. كشف مصدر بنادي مودرن فيوتشر تفاصيل تطورات حالة اللاعب أحمد رفعت لاعب الفريق خلال الساعات الأخيرة. وقال المصدر إن اللاعب يتحسن بمرور الوقت، وهذا ما أظهرته نتائج الأشعة الأخيرة التي تم إجراؤها على الرئة. وأضاف المصدر أن أحمد رفعت ينتظر قرار الأطباء في رفع جهاز الغسيل التنشيطي للكلى خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما طبعا استعاد ذاكرته بنسبه كبيره. هو كان يا نورهان كمان في كلام إن بس ده طلع حقيقي ان هو كان فقد الذاكره بشكل جزئي. بالظبط، حتى هو الخبر اللي معانا بيقول ان هو استعاد ذاكرته. الموضوع كبير قوي يعني للاسف. لا بس عايز اقول لك انا كنت هناك من يومين. الحمد لله الامور الناس يعني فاء والدنيا يعني افضل. يعني ما شفتوش، ولكن الدنيا افضل كتير جدا جدا من الاول، وهو ده اللي يهم الناس انه الحمد لله الامور جيده، ربنا يقومه بالسلامه. قد يكون عنده بعض الامور اللي قد تحدث خلال، ولكن الحمد لله. قول يعني لما تخش المستشفى وتسالي الدكاتره يعني يطمنوا شويه. لا لا لا، اصابات الملاعب عندكم برضو كانت مش سهله يعني، في كتير من اللعيبه دي تعتبر اصابات. هي حاجه طبعا تفكرنا شويه طبعا بالراحل عبد الوهاب، بس الحمد لله ان هي كانت سليمه على الفارق يعني، بس حاجه متكرره برضو بتحصل بشكل يعني، وان كانت على سنوات بعيده شويه لكن بتحصل. ده بيبقى ايه يعني برضو السبب لحد دلوقتي احنا مش فاهمينه قوي؟ هل فعلا بنسبه البروتينات اللي خدها ولا عشان الصيام، ولا يعني محدش كان عارف السبب الرئيسي حتى هذه اللحظه، ولا ضغط واطي؟ بصي يعني اللاعبين من وجهه نظري يجب ان يكون هناك دايما كشف دوري على اللاعبين كل ان شاء الله 3 شهور حتى طبعاً. يجب ان يحدث هذا الامر لانه لن تصل للموضوع ايه اللي حصل. ده لعيب كوره بيلعب كل يوم وبيتمرن كل يوم وبيعمل كل حاجه بزرق. مهما كانت الامور ما تزعليش مني يعني، انا بفكر فيها كده، ايه اللي حصل عشان يحصل له كده؟ اكيد يعني ما نامش، ما هو عادي يعني، مش قصدي حاجه، ولكن في وانا لا يعني يعني في ناس كتيره ما بتنامش وبتلعب ماتشات على فكره يعني. فيعني انا واحد من الناس دي، كنت كده يعني، ما كنتش بنام، فممكن جدا، لكن هي اللي بيحصل محدش هيعرف، خلي بالك ومحدش هيبقى عارف. ولكن انا من وجهه نظري يجب ان يكون هناك كشف دوري على كل لاعبي الدوري الممتاز ودوري الدرجه، على من كل نادي، من حق كل نادي ان هو يكشف على لاعبته كل 3 شهور كشف دوري لكل هذه الامور عشان ما يحصلش مثل هذا الامر مره ثانيه. في راي حضرتك التدخل الطبي للواقعه كان في ميعاده يعني بنظرتك سريع يعني، تم تدارك كان سريع الموقف. بصي من ناحيتي انا اللي انا سمعته انه في مثل هذه الامور يجب ان يكون هناك جهاز للصدمات جاهز، ويكون حد عليه يستطيع ان هو يعمل هذا الامر. هل ده كان موجود ولا لا؟ واضح ان هو ما كانش موجود للاسف. بس تالي اجابه كده واضحه لغايه لما نشوف ايه اللي هيحصل. الى ان يثبت العكس. الى ان يثبت العكس بالظبط كده. صحيح. نروح بقى لأخبارنا وعالميا. أفادت تقارير صحفية إسبانية أن البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة رفض عرضا جديدا من الدوري السعودي، وكانت هناك محاولات للحصول على خدمات ليفاندوفسكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن المهاجم البولندي رفض الأمر. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية فإن روبرت ليفاندوفسكي تلقى عرضا جديدا من أحد الأندية السعودية بقيمة 100 مليون يورو. قليل ولسه قليل وقتكم خالص. يا كناش نسمع الارقام دي زمان. ها يا ده 100 مليون يورو. بتسمع الارقام دي يا كابتن يعني؟ خش في اللي بعده والنبي عشان احنا ممكن وقتهم يسمعوا 1000 يورو يعني. عشان كده احنا خش في اللي بعده. ونروح للخبر اللي بعد كده معانا. نادي بايرن ميونخ اعلن عوده الانجليزي هاري كين مهاجم الفريق من معسكر المنتخب الانجليزي مبكرا بسبب معاناته من الاصابه. وكان هاري كين غاب عن منتخب انجلترا في مواجهه البرازيل والتي انتهت بخساره الاسود الثلاثه بنتيجه 1-0.
وأصدر النادي البافاري بيانا رسميا يؤكد خلاله عودة هاري كين مبكرا إلى صفوف الفريق لمواصلة تعافيه في ميونخ. واستمرارا أيضا لحديثنا وأخبارنا العالمية، يعني بيدرس، او يعني الاتحاد الاوروبي بيدرس، ويمكن كان في قرار اقرب لان هو يعوض جمهور نادي ليفربول اللي حضر نهائي دوري ابطال اوروبا 2022 في باريس، وكانت بعد طبعا تاجلت بدايه مباراه ليفربول مع ريال مدريد في نهائي دوري ابطال اوروبا 2022 لنحو 36 دقيقه، وده طبعا كان في ملعب دي فرانس بسبب ازمه تعلقت بدخول الالاف من مشجعي الريدز للملعب، وقد اطلقت الشرطه الفرنسيه وقتها الغاز المسيل للدموع على المشجعين خارج الملعب في مشهد كاد يؤدي الى حدوث وفيات. علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على انتقال كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان إلى صفوف فريقه خلال الموسم المقبل، ورغم عدم الإعلان الرسمي لكن التقارير الواردة من فرنسا وإسبانيا تؤكد حسم ريال مدريد التعاقد مع مبابي بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد 5 سنوات في صفقة انتقال حر. ورد أنشيلوتي في تصريحات نقلها موقع فوتبول إيطاليا على سؤال حول مدى الإضافة التي سيضعها مبابي على ريال مدريد في الموسم المقبل، مؤكدا ان النادي هو الاهم. سمعنا بقالنا شهور على الموضوع مبابي ورايح فين، يعني بعد بي اس جي ان هو عنده عروض الدوري السعودي، وبعد كده كذبوا الموضوع ده، قال لك هو مكمل لغايه انتهاء المده، وبعد كده كان متوقع جدا ريال مدريد، بس انا اعتقد ان هي صفقه ناجحه جدا، يعني ناجحه وهو مبابي ولد سنه صغير احلامه كمان. معروف ان هو كان من احلامه ان هو ينتقل الى ريال مدريد، يمكن حتى كان في صور كتير قوي كانوا الميديا كانت بتنقل صور اوضته كان معلق فيها كل صور نجوم ريال مدريد، فهو كان طول الوقت بيصرح ان هو من احلامه ان هو يتواجد ضمن صفوف ريال مدريد. يعني احلامنا كلنا الحقيقه، مش احلام مبابي بس. واخر اخبارنا، اللجنه المنظمه للالعاب الاولمبيه بباريس 2024 ازاحت الستار عن الزي الرسمي للمتطوعين في مؤتمر خاص في اولمبياد باريس 2024، وكشفت عن مجموعه من الازياء التي سيرتديها هؤلاء، وتحتوي على قميص مقلم وسراويل وجوارب وقبعه شمسيه، وسيكون زي المتطوعين مستوحى من ملابس البحريه الفرنسيه تكريما لهم، حيث سيرتدون ملابس ذات خلفيه فيروزيه اللون عليها خطوط سوداء، وهو ما يمثل الشكل الابرز ضمن 15 عنصرا في ازياء المتطوعين. طبعا دي كده خلصت اخبارنا، وطبعا سعيده جدا ان انا موجوده معاكي كابتن اسلام، وسعيده جدا موجوده معاكي يا نهاوند. قراءه متميزه كالعاده يا نورهان، نشكرك جدا، شكرا ليكي. شكرا يا نورهان، شرفتينا ونورتينا وسعاده جدا بوجودك معنا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنستقبل اولى فقراتنا الحواريه. النجم الكبير كابتن خالد جد الله في ضيافه الاهلي في المونديال. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي وضيف حضراتكم في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن خالد جدال. ازيك كابتننا، مشرف ومنور. الله يخليك يا اسلام، كل سنه وانت طيب وتحياتي ليك. طيب. وحشني حضرتك، وحشتي جدا. الله يخليك. مساء الخير يا كابتن، ودي يمكن اول مره على المستوى الشخصي نتقابل تقريبا، ولا تقابلنا مره قبل كده؟ في القناه، بره القناه تقابلنا. لا وفي قناه تانية يعني، انت قبل ما تيجي في مكان اخر. بالظبط. كل سنه وحضرتك طيب طبعا، وانت طيبه وانت طيبه، وسعداء بوجودك طبعا، ويبقى سعداء دايما باي يعني نجم كبير بينتمي للنادي الاهلي، ويمكن الفتره بتنتهي لكن العطاء بيستمر وحب النادي الاهلي بيستمر، وزي ما كنا بنقول انا وكابتن اسلام هي عيله، والعيله ما بتنفصلش فعلا. حقيقي. يعني طبعا. خلينا نبدا بطبعا الحديث عن رمضان، وكابتن خالد بقى في رمضان الوضع بيبقى مختلف ولا كانه عادي ايام عاديه؟ لا هو بيبقى كانه عادي، بس طبعا طقوس العباده بتزيد شويه، قرايه القران والوعاد في البيت يعني والصلاه والاسره رمضان مرتبط تيالي اكتر بان احنا بنبقى قاعدين في البيت اكتر تيالي. طبعا. اللي كمان اللي مش واخد على الخروج كتير زي من حالاتي ان انا ما بحبش ان انا اخرج كتير. أوكي. فبيبقى البيت طبعا في رمضان نمره واحد، الاسره بتبقى نمره واحد، وطقوس العباده طبعا يعني في الوقت ده. كان معايا كابتن ربيع من كام يوم الاسبوع اللي فات، واحنا كنا بنتكلم عن طقوس لعب كرة القدم في رمضان زمان، قال لي احنا كنا بنلعب الظهر وبنتمرن الظهر.
في بعض الاحيان كنا لا ده بيقول لي كان بيقول لي على طول تقريبا طول الوقت قبل عدم وجود الاضاءه استدتش الاضاءه ما كانتش موجوده كنا بنتمرن قبل الفطار والماتشات كانت بتبقى الظهر برضو والماتشات في ماتشات برضو كانت تبقى الظهر ولكن في ماتشات كانت بالليل الماتشات كان الوضع مختلف عن التمارين معظم الماتشات كانت بالليل قليل قوي لما كنا بنلعب قبل الفطار ولكن التمارين في النادي الاهلي كنا بنتمرن قبل الفطار بتفرق يا كابتن طبعا زمان غير دلوقتي ولا هو مش زمان غير هي صحه في الاخر يعني انا مش عارف اقولها يعني ايوه اللعيبه زمان كانوا بصحتهم اكتر احنا حتى الاصابات كانت اقل في حاجه اسمها كده لا هو هو يمكن احنا عشان كنا بناخد اوقات كتيره بنريح نفسينا بشكل كبير جدا اوكي في الاوقات يعني كانت حياتنا هي كره القدم فقط لا غير ما بنعملش اي حاجه معظمنا ما كانش ولا هو موظف ولا بيشتغل ولا بيروح ولا بيجي فمعظم وقتك انت قاعد في البيت او بتروح تمرن سواء تمرن الصبح او بالليل وقاعد في النادي طول النهار أوكي. احنا كنا بنروح الصبح بنمشي بالليل يعني بتمشي ما كانش في حاجه تانية بتتعمل لا ما كانش بقى ولا كان حتى على وتلاحم مستوى حتى البطولات والمباريات وكده كان اهدى بكتير فما كانش في اجهاد حتى بدني قوي زي دلوقتي عشان ما كانش في سوشيال ميديا وما كانش الاعلام بالطريقه صحيح. اللي فيها صخب زي دلوقتي فكانت الامور ماشيه كلها على الهادي ففعلا لا احنا حتى فعلا زي ما نهاوند قالت عمليه الاصابات كانت اقل بكتير من دلوقتي ما تيجي نروح النادي طيب نشوف ايه اللي بيحصل في النادي وكيف بدا الفريق الأول أولى تدريباته بعد العودة من الأجازة خلينا نروح لزميلنا محمد توفيق من أرض مختار التتش نعرف إيه الأخبار إزيك يا توفيق مساء الخير كابتن إسلام تحياتي لحضرتك والزميل العزيز نهاوند سري وضيفكم الكريم نجم مصر والنادي الأهلي كابتن خالد جد الله كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم على كل الأمة العربية والإسلامية يمكن أجواء رائعة كابتن إسلام هنا من داخل فرع النادي الأهلي الرئيسي بالجزيرة وليلة رمضانية رائعة كعادة ليالي النادي الأهلي دائما ودايما بنستمتع بيكم والأهلي في رمضان إيه الأخبار إيه اللي بيحصل الدنيا ماشية إزاي التمرين اللاعبين الإصابات الأمور عاملة إزاي عندك يعني في البدايه كابتن اسلام ابرز ملامح التمرين يعني بطمن حضرتك وبطمن كل جمهور النادي الاهلي حسين الشحات النهارده شارك في جزء من التمرين الحمد لله رب العالمين ده طبعا تمهيده للدخول بشكل تدريجي في تدريبات الفريق الاول يمكن التدريب النهارده دي التدريبه الثانيه كابتن اسلام الفريق استأنف تدريباته بالامس والنهارده ثاني يوم على التوالي في التدريبات استعدادا طبعا لمباراه الذهاب امام سيمبا التنزاني المقرر لها ان شاء الله الثامنه مساء بتوقيت القاهره يوم الجمعه المقبل 29 مارس باذن الله رب العالمين يمكن الفريق طبعا ابتدى التدريبات بالامس والنهارده ثاني تدريبه ابتدت بمحاضره للمستر مارسيل كولر مع اللاعبين في الملعب كلمهم طبعا عن اهميه المباراه واهميه هذه المرحله وكيفيه الاستعداد لهذه المباراه خاصه في ظل يعني نقص عدد كبير جدا كابتن اسلام بعد كده يمكن على طول تدريبات بدنيه خاضها جميع اللاعبين النهارده زي ما قلت لحضرتك ابرز ملامح المران هو مشاركه حسين الشحات في جزء من المران الجماعي طبعا بيرسي اليو ديانج بيمارس يعني بيكمل برنامجه التاهيلي والعلاجي بشكل منفرد كذلك وسام ابو علي مهاجم الفريق بقيه اللاعبين يمكن ادوا مرانهم بشكل اكثر من رائع بشكل كامل تدريبات بدنيه بعد كده تدريبات بالكره وحالا دلوقتي وانا مع حضرتك التقسيمه واخر فقرات المران وبعدها على طول هيختتم التمرين على ان يستمر ان شاء الله غدا وبعد غد قبل ان شاء الله انضمام اللاعبين الدوليين الموجودين مع منتخب مصر كان ابرز ملامح التدريب النهارده كابتن اسلام عدد من الناشئين من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي كان موجود النهارده في تدريبات الفريق الاول يمكن طبعا العدد مش كبير خاصه ان مباراه سيمبا قربت وكمان فريق 2003 يمكن حالا هو مع حضرتك دلوقتي على الهواء عندهم مباراه في دوري الجمهوريه والدور النهائي امام سيراميكا كليوباترا فيمكن موجود مجموعه بسيطه من مواليد 2005 و2006 مع الفريق لكن ان شاء الله كل الامور ماشيه بشكل اكثر من رائع مستر مارسيل كولر واللاعبين يعني بيستعدوا بشكل اكثر من رائع باذن الله مع انضمام الدوليين يكتمل عقد الفريق وباذن الله كل الفريق باذن الله جاهز لاداء مباراه كبيره امام سيمبا وان شاء الله العوده بنتيجه ايجابيه وخطوه باذن الله نحو الدور التالي والوصول للدور النهائي باذن الله رب العالمين. طيب توفيق خليني برضو احنا بنطمن دايما او بنحب دايما نطمن الساده المتابعين عن الشق الفني والجاهزيه الفنيه وكمان الشق النفسي لان مهم جدا ان انت حتى بعد العوده وطبعا عوده الدوليين والمؤجلات وغيره وعوده التدريب بعد فتره راحه وكل هذه الامور يكون في جاهزيه كمان على الناحيه النفسيه شويه والجاهزيه النفسيه فكلمنا اكتر عن الشق ده لان برضو انت راجع وعندك اصابات للعيبه طبعا منهم كمان امام عاشور فالامور برضو ربما شويه الجماهير بتبقى قلقانه فعايزين نطمن ونطمنهم برضو
بالطبع انا فندم كده فتره صعبه جديده جدا يعني، خاصه اللي مصعبها الضغط زي ما تقولي كمان توالي الاصابات، ولكن يعني بارقه امل النهارده الحمد لله مشاركه حسين الشحات في جزء من المران. كان مستر مارسيل كولر امبارح مع استئناف التدريبات لاول مره بعد اسبوع اجازه اتكلم بشكل مطول مع اللاعبين في وجود طبعا كابتن خالد بيبو مدير الكره، اتكلم على هذه المرحله وان المجموعه الموجوده مع الفريق مركزه بشكل تام، كمان بيتم التواصل بشكل مستمر مع اللاعبين الموجودين في معسكر الفريق الاول. يمكن اتفرجنا تقريبا معظمهم لعبوا الماتش الاولاني او المباراه الاولى امام نيوزيلندا باذن الله، كمان يعني اعتقد ان برضو عدد كبير منهم هيشارك في المباراه الثانيه امام كرواتيا، فالجهاز الفني متواصل معهم على طول، وسواء خالد كابتن خالد بيبو او مستر مارسيل كولر اللاعبين الموجودين كمان يمكن مجموعه كبيره من اللاعبين الكبار اصحاب الخبرات اللاعبين الدوليين علي معلول موجوده، عمرو السوليه، بيرسي تاو، يعني عدد كبير جدا من اللاعبين الدوليين موجودين في المجموعه الموجوده. اعتقد لاعبي النادي الاهلي قادرين باذن الله ان هم يعدوا المرحله الصعبه دي، وزي ما احنا بنقول صعوبتها في الظروف ان اصابات 48 ساعه بس هينضم اللاعبين الدوليين قبل مباراه سيمبا، ولكن اعتقد ان شاء الله يكون لاعبي النادي الاهلي وجهازهم الفني قادرين على التعامل مع مثل هذه الصعوبات والظروف. وكمان اعتقد المباراه كمان ظروفها يعني الناس كلها بتتكلم على ان المباراه هتبقى عقب الافطار، ولكن الموضوع ضيق جدا يعني كابتن اسلام نهاوند المباراه هناك هتبقى الساعه 9 بتوقيت تنزانيا، المغرب هناك بيقدم يوم المباراه بالظبط هيقدم 7:15، يعني بنتكلم في ساعتين وربع قبل المباراه، فاعتقد حتى يعني هيبقى مجهود كبير جدا على اللاعبين وخاصيه التغذيه الموجود مع الفريق الاول النادي الاهلي، انه ازاي يبقى هيبقى ازاي يعني الاكل هيخش اللاعبين في ظل الفتره القليله دي ما بين الافطار وما بين المباراه، ولكن ان شاء الله باذن الله نعدي كل هذه الظروف الصعبه، وباذن الله يوم السبت نحتفل في طيب. الاهلي الليله او الاهلي في رمضان بنتيجه ايجابيه ان شاء الله تقربنا من الدور التالي باذن الله رب العالمين. اخيرا يا توفيق، بشكل واضح وسام ابو علي ياسر ابراهيم هل سيكون لهم دور مع النادي الاهلي ولا ننتظر لبكره او لبعده عشان نطمن اكتر او نعرف اكتر؟ لا هننتظر يا كابتن اسلام لان الموضوع صعب، يعني بالنسبه لاسامه ابو علي او ياسر ابراهيم لا الامور صعبه، يمكن يعني ابرز اللاعبين او اقرب اللاعبين للعوده والمشاركه في المباراه وحسين الشحات، باستثناء حسين بقيه المصابين بعاد جدا يمكن محتاجين فتره اطول، اعتقد مباراه الذهاب هتكون خاليه سواء من ياسر ابراهيم او اسامه ابو علي هيبقى صعب جدا لحقهم بهذه المباراه، ولكن نتمنى ان شاء الله اللعيبه الموجوده تكون موفقه تكون في الفورم. زي ما حضرتك عارف الاصابات بتتوالى، الضغط موجود، الحيز الزمني كمان ما بين مباراه المنتخب ومباراه سيمي قصير جدا، ولكن ان شاء الله يكون توفيق ربنا معانا ويكون اللاعبين على قدر المسؤوليه وباذن الله يعدوا المرحله الصعبه دي، وان شاء الله نفكر في اللي بعد كده في المرات القادمه، وباذن الله يعني سواء ياسر ابراهيم او اسامه ابو علي او بقيه المصابين يكونوا موجودين ان شاء الله وربنا يوفقهم ويلحقوا بقيه المشوار البطوله باذن الله رب العالمين. توفيق انا بشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا وعلى كل هذه المعلومات. اذا بشكل واضح من الصعب ولكن هو ليس مستحيل عشان برضه ما حدش يقول لسه مفيش معلومه مؤكده، ما حدش يقول لا، لكن من الصعب ان يكون اسامه ابو علي او ياسر ابراهيم متواجدين في مباراه الذهاب في مباراه سيمبا. امتى هنتاكد من هذا الامر؟ عندما يطير الفريق الى ملاقات اليانج افريكانز ان شاء الله في المباراه، انا اسف سيمبا، في المباراه القادمه. وبالتالي خلينا ننتظر ايه اللي ممكن يحصل بكره وبعدها. تقول لي ممكن يفرق الموضوع في 24 ساعه كابتن بالنسبه للاصابات؟ على حسب الاصابات، على حسب الاصابه، لو اصابه على حسب الاصابه، يعني لو اصابه خفيفه تفرق اليوم يفرق او ال 24 ساعه تفرق، ولكن لو اصابه محتاجه وقت طويل لا طبعا مش من الافضل ينتظروا. طبعا طبعا هم عشان بقى لهم فتره طويله، فخلينا ننتظر التاكيد الرسمي اللي هيطلع خلال الايام القادمه بوجود بعض اللاعبين المصابين، زي ما توفيق زي ما حضراتكم سمعتوا من توفيق كده انه حسين الشحات شارك في جزء الكبير الاول او في الجزء الاول من المران، ربنا يكمله شفاء على خير ويقدر يكون معانا خلال المباريات. للاسف الشديد احنا عمالين نقول اسماء مهمه جدا في الفريق، يعني طبعا ما بنوقفش على حد، لكن التواجد برضو لعيبه مهمه بيبقى امر مطمئن كبير جدا للفريق وللجماهير بشكل كبير. وده بقى هياخدني لسؤال برضو كابتن خالد، قصه التدريب في رمضان، يعني احنا بنتكلم دلوقتي اكيد رمضان بيختلف مهما كان في استعداد وفي يعني حتى نقول دلوقتي التكنولوجيا دخلت بشكل اكبر عن برضو زمن واجيال ماضيه، المفروض ان هي بتساعد ومفروض ان هي بتفيد، لكن برضو بيظل التدريب في رمضان ليه شكل وطابع مختلف، وحضرتك برضو كمدرب اكيد ليك خبره في ده، ايه اللي بيختلف قوي؟ وهل بيكون ده حمل زياده على اللعيبه؟ هل المباريات اللي في رمضان كمان محتاجه نوع خاص من الاستعدادات؟ لان لو ما حصلش استعداد بشكل سليم ممكن ده يؤثر على النتائج ويؤثر كمان بدنيا على اللعيبه. لا هو دلوقتي العلم طغى على كرة القدم، لا طغى على كرة القدم، ودايما اللي عارف العلم بيعرف يتعامل في الظروف، اي ظروف لما بتتغير. فبالنسبه لشهر رمضان لا طبعا ليه تعامل معين،
من النواحي العلميه بالنسبه للعيب. بمعنى ايه؟ اللعيبه لازم تريح نفسيها بشكل كويس جدا، يعني بقدر الامكان ياخدوا قسط من الراحه الصبح، طالما مفيش تمرين يبقى مفيش سواقه، مفيش نزول، مفيش مشاوير ملهاش لازمه، يبقى في راحه. نمره 2، السوائل الكتيره، ازاي اللعيبه تشرب سوائل كتيره من بعد الفطار لغايه السحور، تعوض بيها اي نقص في السوائل بالنسبه لجسمهم وهم صايمين. نمرة 3، بالنسبة للتدريب، الأحمال التدريبية لازم يبقى فيها تقنين، مبقاش فيه حمل عالي قوي، بالذات لو أنت عندك فترات في الماتشات بعيدة شوية، يبقى لازم أنت بتشتغلي دايما على الأحمال متوسطة المدى بحيث أن أنت ما ترهقيش اللعيبة، مبقاش كمان إصابة. إنما اللعيبة بيبقى عليها جزء كبير جدا إزاي هي تريح نفسها وما تشغلش بالها بحاجات تاخد من تركيزها وتاخد من وقتها. الالتزام بقى اللي هو كان موجود زمان، يعني مش هنقول زمان قوي برضو بس كان موجود بقدر كبير في الماضي بشوية يعني. طيب التوفيق كان بيلفت نظرنا لحاجه مهمه جدا، ان الفطار هيبقى الساعه 7، دي اهم حاجه. انا كنت والمباراه الساعه 9. دي هتبقى، انا من وجهه نظري معلش، لا الصيام في اليوم ده هيبقى صعب جدا، لان اللعيبه لو صامت من هيفطروا 7 الا ربع والماتش 9، الوقت مش كافي عشان يهضموا، لان عمليه الهضم دي بكل الدم اللي في الجسم لما الواحد بياكل، وده علم برضو يعني مش اراء، لما الواحد بياكل الاكل بينزل في المعده، المعده بتاخد الدم اللي في الجسم كله عشان عمليه الهضم. هنا بيبقى دور اخصائي التغذيه اعتقد، بس لا محتاجه هي 3 ساعات يعني، اقل حاجه 3 ساعات، لو اقل من كده لا مش هتحصل. يعني مثلا لو فطار خفيف وبعدين ده برضو هيبقى صعب. لا 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 لا، يبقى يفضل ان هم ما يصوموش اليوم ده، ان هم ما يصوموش يعني ما يصوموش، لان هتبقى صعبه جدا وهتاثر عليهم بشكل كبير جدا والله. طبعا يعني الميعاد ده ما فيهوش هزار يعني، او ما فيهوش ان انت ممكن تقول لا اللعيبه تصوم، لا الوقت دون ساعتين او ساعتين الا ربع ما بين الفطار وما بين ان هم يلعبوا، لا هياثر عليهم بشكل كبير جدا. ولكن زي ما حضرتك عارف الاغلب من الاغلب اللاعبين بيصوموا، معلش بس في ليها حلول يعني، في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى برضو ليها حلول. لا يعني رخصة ممكن السفر في اليوم دون، لا رخصة السفر اساسا، رخصة السفر وان انا ممكن افطر واحد يعني، برضو في تنزانيا في ناس كتيره جدا وغلابه، ما هو ده اللي انا كنت يعني. انما بس انا كنت هسال حضرتك برضو، ما خلي بال حضرتك برضو سيمبا عندهم تقريبا احنا عديناهم 6 أو 5 لاعبين بيصوموا. احنا بنتكلم علميا الصيام هيبقى صعب جدا في هذا اليوم، نظرا للفتره ساعتين الا ربع ما بين ان انت تفطر تاكل تكون صايم وتفطر وبعدين تلعب بعد ساعتين الا ربع، هتبقى صعب. خلوا الماتش 10 مثلا بالظبط كده، لو 10 خلاص ما كانش في مشكله، هيبقى 3 ساعات الا ربع تاكل زي ما تاكل مشكلة. او يعني تاكل ما صادفت قبل كده ماتش في التوقيت اللي هو كان لازم يجبركم ان انتوا تفطروا قبل كده كابتن خالد ايامكم وفطرتوا؟ كان في ناس صامت بس قليلين، بس هل بيبقى زي بصيغه امر يعني اللي هو من الافضل للفريق ان انتوا تفطروا اليوم ده؟ بيبقى بصيغه طالما ما فيش وقت ان انت عمليه الهضم بتاعتك 3 ساعات انت تاخديهم ما بين الفطار وما بين نتيجه. وحصلت كابتن اسلام اوقات برضو وقتكم كان لازم تفطروا في مباراه؟ حصلت، بس احنا العكس، احنا تقريبا 99% من اللاعبين ما فطروش بس ما كانش الوقت ساعتين الا ربع، هتلاقي الوقت كان، لا كانت المباراه الساعه 3 الا ربع. 3 الا ربع؟ الماتش كان 3 الا ربع واحنا كلنا صمنا تقريبا. يعني انا مش فاكر مين اللي كان فطر، ولكن في فرق ان انا العب وانا صايم، وفي فرق باللي احنا بنقوله دلوقتي ان انا عمليه الهضم وقتها ساعتين الا ربع دي فرق كبير جدا. انا ممكن العب وانا صايم، وانا صايم ممكن بالزبط. العب تمام، ولكن احنا بنتكلم ان انا هاكل 7 الا ربع افطر والعب 9. لا طيب ما هو انا ممكن افطر مثلا، ما هو يقول لك اللي بيسمعنا برضو يقول لك ايه، طب انا ممكن اكل حاجه خفيفه جدا، لا شويه ايه بطاطس بوريه زي ما بيقولوا، بلح وتمر يعني، شويه ميه. هي القصه مش في كتر الاكل او قلته، القصه حركه المعده، حركه الدم بيروح للمعده عشان عمليه الهضم، والدم طالما راح للمعده بيبعد عن العضلات، فمش هيبقى فيه طاقه للعيبه تقدر تجري.
فهي دي بس النقطة. ربنا يعني يعديها على خير. لا بإذن الله. دي أهم نقطة طبعا، مش محتاجين أي إصابات تانية يعني الدين يسر لا عسر. أنا بقول لك ليها حلول كتيرة. ممكن أن أنا أفطر واحد يعني في اليوم اللي أنا عندي رخصة السفر، دي نمرة واحد. صحيح. نمرة اتنين عندي مهمة أن أنا بشتغل، ما هو ده شغل اللعيبة، ده شغلهم طبعا. نمرة تلاتة أن أنا ممكن أفطر واحد في اليوم دون يعني. طيب خلينا نروح للعاصمة الإدارية الجديدة، وماذا حدث في المؤتمر الصحفي للكابتن حسام حسن مع زميلتنا هي في استاد القاهرة دلوقتي، لأنه طبعا تمرين المنتخب كان في مران، المنتخب كان في استاد القاهرة، وبالتالي نروح لزميلتنا سالة حامد علشان نعرف منها آخر الأجواء وآخر الأمور الخاصة بمنتخبنا الوطني والمباراة النهائية اللي هتقام إن شاء الله يوم الثلاث 26 من هذا الشهر. سالة ازيك، اخبارك ايه؟ طمنينا عليكي اولا، وكل سنه وانت طيبه، وقولي لنا اخبار المنتخب ايه والدنيا وصلت لايه عندك. مساء الخير يا كابتن اسلام، تحياتي لحضرتك طبعا، وكل سنه وحضرتك طيب. انا بخير، كل سنه وحضرتك طيب، وطبعا برحب بيك، وبالتاكيد برحب بزميلتي نهاوند، وبرحب طبعا بالكابتن خالد جد الله وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما حضرتك قلت يا كابتن اسلام، يمكن طبعا حاليا احنا متواجدين يعني من امام استاد القاهره الدولي، ويعني بالاخص من امام المقصوره الرئيسيه، ولكن قبل كده طبعا كنا متواجدين في العاصمه الاداريه الجديده. طبعا يمكن زي ما حضرتك قلت كل الامور الخاصه بمنتخبنا الوطني والمشاركه طبعا في بطولة عاصمة مصر، وبالتأكيد المباراة النهائية ما بين مصر وكرواتيا. ولكن طبعا خليني في البدايه اروح لحضرتك طبعا المؤتمر الصحفي الخاص بمباراه مصر وكرواتيا، واللي كانت في قاعه المؤتمر الصحفي في العاصمه الاداريه الجديده. طبعا كنا متواجدين هناك يا كابتن اسلام يمكن من قبل المؤتمر، وبعد كده طبعا الكابتن حسام حسن يمكن وصل وبدا المؤتمر. يمكن في البدايه اتكلم على العديد من الامور الخاصه الاول بمباراه مصر ونيوزيلندا، اتكلم انه يعني راضي جدا باداء جميع اللاعبين، اتكلم كمان ان مباراه نيوزيلندا لا تقل اهميه عن مباراه كرواتيا، ويمكن كمان يمكن المباراة في نفس الصعوبة سواء مباراة نيوزيلندا أو مباراة كرواتيا، اتكلم ان هو راضي جدا عن أداء جميع اللاعبين. وكمان نتكلم على صعوبة مباراة كرواتيا، طبعا يعني منتخب كرواتيا ثالث عالم يضم العديد من اللعيبة طبعا المهمة واللعيبة العالمية طبعا في مانشستر يونايتد أو بالتأكيد في نادي ريال مدريد زي لوكا مودريتش، اتكلم انه منتخب قوي جدا، ولكن ان شاء الله يعني هيستعدوا للمباراه بشكل قوي جدا. اتكلم انه كمان المنتخب ده اللي بيميزه بالتاكيد نص الملعب، ويمكن اللي بيميزهم كمان في الكرات الثابته، اتكلم على العديد من الامور الفنيه الخاصه بالمباراه، ويؤكد انه المنتخب جاهز بشكل كبير جدا للمباراه دي. يمكن كمان المنتخب عنده دوافع معنويه كبيره جدا للفوز بالبطوله، خاصه انه يمكن وصف البطوله دي بطوله عاصمه مصر كابتن اسلام ونهاوند انه هي يعني من ضمن التحضيرات الخاصه بالمنتخب طبعا للمشاركه في تصفيات افريقيا للمؤهله لكاس العالم لكره القدم 2026 في شهر 6 القادم باذن الله. يمكن اتكلم يمكن هي دي البطوله يعني من ضمن التحضيرات والتجهيز لمنتخبنا للمشاركه في المباراتين يعني سواء بوركينا فاسو او غينيا في تصفيات افريقيا لكأس العالم. اتكلم انه يمكن الفوز او البدايه يعني القويه بالنسبه لمنتخبنا كمان امام نيوزيلندا كان بدايه قويه جدا، والفوز كمان كان ادى يعني دفعه معنويه كبيره لمنتخبنا، وكمان الاستفاده الكبيره يمكن شايف كمان مباراه كرواتيا دي ان شاء الله هتكون فيها استفاده كبيره جدا وهتكون مفيده سواء معنويا او فنيا لصالح يعني منتخبنا الوطني. فاكد كمان ان جميع اللاعبين هيكونوا متواجدين بشكل طبيعي، واحنا كمان يمكن حضرنا اول ربع ساعه من التدريب الخاص بمنتخبنا طبعا قبل مباراه مصر وكرواتيا. طبعا كان المسموح لنا يمكن ربع ساعه او 15 دقيقه طبعا التغطيه الاعلاميه. شفنا يمكن جميع اللاعبين زي ما هو قال كانوا كلهم متواجدين طبعا، ما عدا اثنين لاعبين بس هم اللي غابوا عن التدريب النهارده، بالتاكيد امام عاشور بعد طبعا ما اصيب في الكتف في مباراه نيوزيلندا. يمكن اكد كمان ان هو كان النهارده مع امام عاشور بعد او قبل ما يخضع للعمليه الجراحيه، كان متواجد كمان بعد العمليه الجراحيه، وطبعا الاطمئنان عليه، واكد ان حسام او امام عاشور عفوا هو واحد من اللعيبه المهمه جدا والمؤثره طبعا في منتخبنا الوطني. وكمان احمد حجازي هيغيب النهارده او غاب بالتاكيد على التدريب لمنتخبنا الوطني طبعا لظروف اسريه طارئه، اضطر طبعا هو يسافر السعودية، ولكن أكد الكابتن حسام حسن يا كابتن إسلام في المؤتمر الصحفي أنه بنسبة كبيرة إن شاء الله يمكن أحمد حجازي هيرجع بكرة القاهرة
وهيتمرن مع المنتخب بشكل طبيعي وبنسبه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله يعني طبعا نظرا للظروف اللي بيمر بها احمد حجازي هي كمان هيشارك في مباراه كرواتيا المقرر لها ان شاء الله يوم الثلاث 26 من شهر مارس الحالي واللي هتقام بالتاكيد في العاصمه الاداريه. طيب في تمام الساعه 10 مساء. خليني اسالك على نقطه مهمه كمان عشان الوقت. بالنسبة للحضور الجماهيري مهم جدا كمان، لو عندك أي معلومة أو حد ذكر هذه المعلومة في المؤتمر الصحفي تقول لنا تواجد الجماهيري، التذاكر، لو عندك أي معلومة خاصة بالأمر الجماهيري تفضلي من الجانبين. طبعا يمكن زي ما انت قلتي زميلتي نهاوند يمكن نتكلم في نفس الامر ده، كابتن حسام حسن اتكلم على انه الحضور الجماهيري طبعا كان حضور جيد بالنسبه للجماهير يمكن طبعا في المباراه الماضيه، ويمكن يعني ان شاء الله بنسبه كبيره هيكون في تواجد اكبر من العدد الجماهير اللي كان متواجد في مباراه نيوزيلندا، هيكون متواجد عدد اكبر في مباراه مصر وكرواتيا بعد بكره ان شاء الله. وشايف انه طبعا وجود الجماهير في المباراه دي هتدي دفعه معنويه كبيره جدا، ووجودهم هيدي دفعه كبيره جدا لجميع اللاعبين، وهو ده اللي محتاجه جميع اللاعبين في منتخبنا الوطني. فان شاء الله بنسبه كبيره طبعا هيكون في تواجد جماهيري كبير جدا، وهيكون متواجد يعني عدد اكبر من العدد اللي كان متواجد في مباراه نيوزيلندا. طيب خلاص احمد حجازي بالفعل تحرك يعني او بالفعل سافر مش كده ولا لسه؟ بالفعل يا كابتن اسلام هو سافر، ويمكن هو يمكن احنا كنا متواجدين طبعا في استاد القاهره الدولي، ما كانش متواجد في التدريب طبعا لمنتخب مصر، يمكن طبعا سافر النهارده الصبح للسعوديه بسبب طبعا بعض الظروف الاسريه، ولكن ان شاء الله بنسبه كبيره هيكون متواجد بكره وهيخوض التدريبات مع المنتخب بشكل طبيعي، وكمان بنسبه كبيره هيشارك ايضا في مباراه كرواتيا مع منتخبنا الوطني. أنا بشكرك شكرا جزيلا زميلتنا سلا حامد على كل هذه المعلومات فيما يخص منتخبنا الوطني، وهنكمل كلامنا مع نجمنا الكبير كابتن خالد جدلة ولكن بعد هذا الفاصل. طيب بنرحب بحضراتكم، أنا كابتن إسلام طبعا مش عارفة في إيه، هو قال لي أنا اللي راجع على فكرة. نرحب بحضراتكم واحد عامة الأهلي في رمضان مع كابتن إسلام ومع كابتن خالد جدلة، منورنا يا كابتن. أنت اللي منورنا بجد، سعداء بيك. وكنا بنتابع دلوقتي زميلتنا طبعا سالة حامد، وحديث خلينا نتطرق بقى شوية عن حديث عن المنتخب، و لازم نسأل حضرتك السؤال ده، متفائل بتجربة وهي لسه ما اعتبرتش تجربة بس البداية اللي كانت مع نيوزيلندا، لأن البعض يقول لك لا دي مش لسه ما نقدرش نحكم دلوقتي، بس احنا بنتكلم في الفكرة ككل أو في العموم. عندنا دلوقتي مدير فني وطني بعد سنوات طويلة جدا من المديرين الفنيين المختلفين اللي لهم طبعا كامل الاحترام، لكن برضو مش هو ده اللي احنا كنا بندور عليه، والتجارب هي يمكن اثبتت كلامي. دلوقتي احنا بنتكلم عن تجربه جديده، طبعا تجربه فيها تحدي كبير جدا، لكن ناس كتيره متفائله. كابتن خالد برضو متفائل بتجربه محليه بقياده كابتن حسام؟ انا متفائل بحسام نفسه يعني. حسام عنده الدوافع وعنده الطموح، ودايما الانسان اللي عنده دوافع وعنده طموح وعايز يعمل حاجه كويسه لنفسه ولبلده. وحسام هو من زمان كده يعني، حسام من ايام ما كان بيلعب حتى، ودلوقتي وهو مدرب عنده الطموح وعنده الدوافع وعنده الإصرار وعايز يكسب على طول وعايز ينجح. فأنا متفائل بالكلام ده وأتمنى له التوفيق بصراحة. يعني عجبك الماتش نيوزيلندا؟ مش قوي. أوكي. بس النتيجة كويسة كأول ماتش، المكسب كان مهم جدا لأن ناس كتير هتفرق المكسب في الماتشات الودية؟ كانت هتفرق مع حسام، هتفرق في الماتش دون أول ماتش ومكسب، دي هيديله بوش كويس قوي وهيديله ثقة كويسة جدا وهيدي الجمهور ثقة في الجهاز وفي اللعيب. بس مكسب بلعب حلو، لأن بتفرق أنا بكسب وما بلعبش حلو، ولا بلعب حلو وما بكسبش، ولا بكسب وبلعب حلو. لا الماتش اللي شفتها إزاي بقى؟ لعبنا حلو على فترات يعني على فترات، ودايما اصل المستوى بتاعك دايما بيقارن بمستوى المنافس اللي انت بتلعبي قدامه. يعني فرقه نيوزيلندا فرقه كويسه، ولكن نقدر نقول ان هي فرقه جيده، مش فرقه يعني طبعا مش فاحنا مستوى اقل منك يا فندم، اقل منك، مستوى اقل منك، اقل منك. لا بس عندهم ناس عندهم طبعا، ولكن عندهم حتى تصنيفا يعني هم 103 مثلا، رتم تاني وسرعه وقوه، ويعني حاجات برضو احنا بنفتقدها مش 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 عندنا بشكل كبير، ولكن احنا كمهاره وكلعب احنا احسن. فعلى فترات قدمنا كوره كويسه،
وبرضو ده مش مقياس، لان كل ما الوقت هيعدي هتلاقي مستوى الفرقه المنتخب بتاعنا بيزيد ومستوى الكوره ومستوى الاداء بيزيد. اوكي. مع حسام ومع اختياراته ومع اداء اللعيبه، انا الحاجه اللي بسطاني ان اللعيبه روحها كويسه جدا ومبسوطه بحسام حسن. بس ما شفناش تغير، يعني اللي قاعد بيتفرج على الماتش كان، يعني انا هنا بتكلم فنيا، اللي قاعد بيتفرج على الماتش ما شافش اي تغير حصل ما بين الفترة السابقة والآن. أول حاجة لا، الروح بتاعت اللعيبة اتغيرت بشكل كبير جدا عن الأول. نمرة اتنين، حسام مش اشتغل قد إيه، اشتغل 8 أيام أو 9 أيام قبل الماتش، مش وقت كافي لسه، هو يعني ما اشتغلش بوقت كافي يقدر أنه يحط بصماته للعيبة، ولكن من الواضح اللعيبة متقبلة حسام ومبسوطة وهي بتلعب. وقفته برضو مختلفة بره، يعني أنا لسه كنت بتكلم في هذا الأمر، أنه وقفته بره على الخط لما يبقى حسام حسن واقف، كابتن حسام يعني باسمه وكواحد من اساطير كره القدم المصريه، اعتقد بيبقى له دور بعيدا عن الناحيه الفنيه طبعا، اللي هو بيبقى له دور طبعا اهم، بيبقى له دور، بس هو كمان هو ماسك نفسه شويه، يعني هو متحفظ شويه، يعني لا يعني عايز يظبط نفسه. هو احنا عايزينه كده على فكره. لا انا مش عايزه كده، انا عايزه يبقى على طبيعته، لان هو لو يعني خرج على طبيعته بدون ما يتبقى بدون خطأ، يعني بدون خطأ، ولكن يبقى على طبيعته، لأن هو لو طلع بره طبيعته وغير من طباعه هيختلف مش عارف تفرج على الماتش بشكل. بس هي الروح فعلا اللي كابتن اسلام دلوقتي اتكلم عنها دي نقطة لو احنا نتفرج على مباريات زمان ونرجع كده شوية بالتاريخ لكابتن حسن شحات على سبيل المثال، كان بيبقى واقف ازاي، حتى هو بيبقى ليه طريقة، هو كان بيبقى ساكت، بس تحس من جواه قد ايه الراجل مع كل شوطة بيبقى روحه بتطلع، خلينا نقولها كده. لكن المديرين الفنيين الاجانب لا، في اختلاف كبير، معلش اصل في الاول وفي الاخر انا جاي بعمل عقد عايز انجح، محدش اختلف وهمك انك تنجح. بس في اختلاف كبير بين انا يعني بنتمي للمنتخب ده وانا جايب عقد عشان اقدمه وامشي، يعني لا طبعا مختلفه تماما. حته العقد بالنسبه للاجانب هم، يعني انا دايما بقول ايه، اي مدير فني انا بحكم عليه من الرياكشن بتاعه. أيوة. هو واقف على الخط مع احداث الماتش، يعني صحيح. تلاقي مثلا في فرصه ضاعت، تبص على المدير تلاقي مدير فني واقف على الخط. يعني لا بس هي مدارس يا كابتن، خلي بالك. لا كل المديرين الفنيين الاجانب بيبقوا ماضيين، يمكن كيروش ما يعني هو مش شويه، هو مش عايز ينجح ولا يفشل، وهي مش في دماغه القصه دي خالص، هو عامل عقد يوم ما هيمشي هياخد عقده بالكامل. فهي مش فارقه معاه النجاح يبقى بالبلد. بس انا يا كابتن في الاخر، لا معلش برضه يا كابتن، هو واحد بيدور على اسمه وتاريخه، كلهم عندهم اسامي وبتفرقش. لا يا كابتن ازاي؟ لا ما انت برضه نجحت مع واحد زي كوبر، ما هو برضه وداك كاس عالم وداك نهائي افريقيا وداك اوكي يعني نجح أقصد معانا، نجح اوكي ايوه نجح. لا انا اقصد كباشن يعني هل تقصد انا اقصد ان المدير الفني دايما مصري احسن بالنسبه لي بالظبط طبعا. ولكن برضه المدير الفني الاجنبي لا، هو مش جاي يهرج ولا مش جاي يعني ياخد كلمتين وخلاص، لانه بيتكلم عن، انت بتتكلم على اسم منتخب مصر. طب ما هو مثلا لما تيجي تتكلم على اسم منتخب البرازيل، اوكي، ما هو لو واحد راح مسك منتخب، واحد اجنبي يعني راح مسك منتخب البرازيل، طب ما هو هيبقى بنفس الفكره بنفس الكونسبت، لا ما هو بينجح مع لعيبه، لا لو خسر هيتحاسب. ما هو طيب، ما هو ده اللي احنا بنقوله، ما هو الحساب عنده ايه، الحساب عنده انا همشيه. هنا في فرق، في فرق لما امسك منتخب البرازيل، دي فرقه بطل، مش قصدي منتخب البرازيل، لكن انا بتكلم يعني اي مدرب اجنبي بيمسك كويس. اي منتخب طبعا بيدور على فلوس وبيدور على وعلى، خصوصا لما تمسك منتخب كبير في افريقيا زي منتخب مصر. ولكن انا بشوف انه المدير الفني لمنتخب مصر روي فيتوريا من المديرين الفنيين الجيدين، ولكن هو كان اوت اوف، يعني ما كانش ماشي بشكل جيد في بطوله افريقيا. هو كان اوت اوف كل حاجه الحقيقه، هو اتخض، كان وحش جدا. لا اتخض من مستويات الفرق ومن مستوى فرقتنا، فهو جات له خضه فطلعته بالظبط كده. هو المفروض كان دارس برضو وعارف الفرق يعني مع انا بالنسبه لي بصراحه روي فيتوريا هو كان رايح المفروض دارس كل الفرق ومتفرج ده دوره. على كل الفرق وعارف المستويات اللي موجوده. الى جانب مش كده، خد بالك ما بيعملوش كده، ما بيتفرجوش يعني، لا مش قوي يعني، هو بيتفرج بس مش قوي. وبعدين دايما برضو الاجانب 90% منهم عينيهم مش كويسه في اللعيبه، ممكن يبقى حاجه ثانيه. هي الروح بتفرق في الاول وفي الاخر مهما حصل، في استكشاف قدرات اللعيبه، في تقييم اللعيبه، لا دايما بيبقى عندهم حته فيها 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 قصور. واكبر دليل على كلامي فرقه مثلا ساحل العاج، ما عندهم مدير فني فرنساوي،
الراجل بعد ما خسروا ماتشين مشوه، المدرب المساعد اللي هو وطني من ساحل العاج وكان لسه أول مرة يدرب وكان لعيب سابق خد البطولة. هو خلينا نتكلم بالارقام، مين اللي جاب لك البطولات؟ المديرين الفنيين المحليين بس خلاص، من قلبهم بقى الاجانب بيشتغلوا او لا، بس يعني اللي على الارض نجح هو المحلي. لما نرجع للتاريخ كل المديرين الفنيين البطولات اللي جابتها مصر صحيح، ما احنا بنجيب مديرين فنيين اجانب كابتن جوهري الله يرحمه، كابتن حسن، ما احنا بنجيب مديرين فنيين اجانب ليه؟ خلاص خلينا بقى ماشيين. عارفه والله فعلا يعني يبقى اتحاد الكره بيريح دماغه شويه، يعني بيجيب مدير فني اجنبي بيشيله ليه يعني بقى ما خلاص اذا كانت والامور النقد يبعد عنهم شويه. لا بس التاريخ انا بكلمك، التاريخ بيقول انه ما كل المديرين الفنيين الاجانب او معظمهم بلاش نقول كلهم فاشلين مع يعني منتخب مصر. يعني اقول لك على حاجه، اقول لحضراتكم على حاجه ومش مفروض اقولها يعني في الاخر، هو لا يعني انا بس عشان افتكرت حاجه. يعني امبارح بتفرج على ماتش تونس وكرواتيا، اولا مدرب تونس ده انا ما اعرفوش، بس انا بتفرج على فرقه لا مدرب واقف لا مدرب صحيح. ليه؟ لان فرقه تونس صح، فرقه تونس امبارح كانت هايلين بتلعب بدماغه، هو كان يعني هو بيشغلهم من بره كشغل جماعي حقيقي. وده دور المدرب صح. ده اللي انا نفسي اشوفه بقى في مدربنا حتى، ونفسي اشوفه حسام قدام شويه. بس هي قضيه حسن. مدرب ولا قضيه سكواد؟ ما هي النقطه ان انا واللي انا عايزه اقوله ومش مفروض اقوله بس هقوله لما كنا طبعا في السحور بتاع سياده النائب محمد الجارحي، فكان في هناك كتير من يعني الزملاء، وكان في اشخاص يعني معروفين من اتحاد الكره. انا كان لي حديث طبعا مش هذكر الاسم، بس كان لي حديث من احد الاشخاص اللي كان في اتحاد الكره، يعني كنت بتكلم معاه فبقول له طب التجربه وغيره، فهو اجابني اجابه ما اعرفش احنا نتفق عليها ولا لا، بس هو قال لي نواند قصه مش في المدير الفني، ومش قصه في الاعضاء او الاسماء اللي بتيجي اتحاد الكره، قصه في الخامه اللي عندنا من اللعيبه. قلت له يعني احنا مشكلتنا ان احنا ما عندناش لعيبه كويسه؟ قال لي بصراحه اللعيبه مش على اعلى مستوى. فهل الكلام ده نتفق عليه او نختلف برضه؟ يعني على فكره جمله تقيله، لان انت عندك محترفين تقال جدا مع الانديه بتاعتهم، عندك هنا المنتخب منين؟ من الانديه الكبرى، من النادي الاهلي، فجمله غريبه يعني انا مش عارفه نتفق او نختلف عليها في الحقيقه. انا الحقيقه انا بشوف ان قبل ما اعرف، مش عايز اعرف ده مين، لانه طبعا ده كلام مش منطقي وجهه نظري، لانه بالعكس ده احنا وما اعرفش برضه كابتن خالد. انا وجهه نظري ان هذا الجيل من اللاعبين هو واحد من افضل الاجيال اللي موجوده، وبعدين معلش يعني هو المجموعه اللي موجوده في منتخب مصر اذا كان هناك لاعبين محليين فهو الاكثر منهم من النادي الاهلي، وبالتالي النادي الاهلي هو بطل افريقيا، بطل الدوري، نجاحات على المستوى المحلي طبعا، بطل الدوري، بطل كاس، بطل كل حاجه. فبالتالي انت هنا بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على منتخب طبعا هو بيحاول يخلع نفسه من المسؤوليه من السؤال. ولكن لا طبعا انا بشوف ان هذا السكواد هو سكواد رائع جدا، معهم واحد من افضل، مش هقول افضل لاعب في العالم، ولكن واحد من افضل خمس لاعبين في العالم محمد صلاح. انا تريزيجيه بعتبره واحد من افضل 10 في العالم برضه، مصطفى محمد الحقيقه برضه رائع محمد يعني نفس الكلام. وبالتالي لا انت عندك سكواد رائع جدا. هو كان تفكير المدرب، انا كنت متوقع من روي فيتوريا افضل من كده بكتير حقيقه، انا اتفاجئت يا كابتن من روي. ده رايي يعني، لا دي صدمه في الكلام اللي بتقوله او اللي حد قاله ان هواندي يعني. لا هو بالنسبه لدور المدرب بيبان بشكل كبير جدا، زي ما بقول لك مدرب تونس امبارح انا قاعد بتفرج، اتفرجت عشانه مع ان هو انا ما اعرفوش، بس انا بتفرج لان حسيت ان في مدير فني بره بيشتغل مظبوط، واللعيبه بتنفذ اللي هو قاله بشكل جماعي بالذات في النواحي الدفاعيه بشكل هايل جدا. كان عندهم قصور في النواحي بقى الهجوميه، دي بقى اللي بتيجي في السكواد بتاع اللعيبه وامكانيات اللعيبه، ولكن السيستم اللي محطوط بشكل عام اللي هو حطه المدير الفني مظبوط، وراجل بيشتغل التطبيق وعنده فكر كويس. التطبيق على قد بقى امكانيات اللعيبه اللي عندك، هم في النواحي الدفاعيه عملوها بشكل كويس، وعلى فترات في النواحي الهجوميه وكان ممكن يكسبوا لان هم ضيعوا فرصتين، ضيعوا كورتين بالدماغ في الاخر كمان جوان. اخر 10 دقائق كلها، وحتى في ضربات الجزاء في الاخر هم فرصتهم كانت تكسب يعني. فدور المدرب، احنا دلوقتي الجيل اللي موجود دلوقتي انا اتفق مع اسلام جيل كويس، ولكن مثلا هو متالق مع الانديه بتاعته بغض النظر يعني في الداخل او الخارج. لو قارنا هذا الجيل بالجيل اللي كان مع الكابتن حسن شحاته، لا هناك لا ده مختلف بقى هنا، معلش نقف قليلا. لا لا ما هو لو هنا قارنا ما هو بص انا ما بحبش اقارن الاجيال ببعض، لانه لو قارنا بالجيل بتاع كابتن خطيب وكابتن حسن وما عملوا برضه ساعتها في الوقت بتاعه، لو قارنا بالجيل اللي قبلهم كابتن صالح وكابتن، هتلاقي ان انت في الاخر دي حاجه ودي حاجه. هذا الجيل من اللاعبين اللي موجود مع كابتن حسن شحاته، انا كنت واحد من هذا الجيل مثلا، فما لكن انا بقول ان لا كل جيل وله عظمته.
تمام. يعني الجيل ده كان لازم يوصل كاس عالم صراحه، هو عمل كل حاجه. انهي جيل؟ اللي هو بتاع كابتن حسن بتاع قطب، وكان فاضل له بس يوصل كاس عالم. بالظبط. على الجانب الاخر الجيل ده أيوه. وصل كاس عالم أيوه. مره وغالبا الثانيه ورا بعض. بالظبط. فبرضه وصل لنهائي افريقيا، وصل لنهائي افريقيا مرتين. بس برضه كل اسم من جيلكم عايش بقى كابتن اسلام كان اسم فرقه يعني، ما انا مش بجامل بس دي حقيقه يعني معلش. الحلول كانت اكتر عند اللعيبه، الحلول الفرديه طبعا. بالذات في التلت الهجومي. انت برضه لما تيجي تتكلم دلوقتي يعني بالمختصر عشان برضه يبقى كلامنا محافظين على اللعيبه اللي موجوده بتاعتنا دلوقتي، لعبتنا الجيل اللي موجود دلوقتي محتاجين مدرب كويس، وعشان كده احنا بنقول بالتوفيق لكابتن حسام حسن طبعا، يزودهم 20-30-40% في الامكانيات اللي موجوده. ده الفارق ما بين المدير الفني اللي حضرتك قلته، المدير الفني اللي بيضع بصمه واضحه في الملعب وبيفهم ويقص. هو التدريب موهبه، في المدرب الموهوب بيبان. يعني شوف انا مدرب تونس امبارح دون، انا ما اعرفش اسمه حتى، بس خلاك اجبرك ان انت عايز شغلته تتابع. مدرب مش راجل وصل عشان يبقى مدرب ويشتغل لا راجل اتولد عشان يبقى مدرب. ولو منتخب تونس حافظوا على الراجل ده واشتغل معهم بشكل كبير، لا هتلاقي تونس اتغيرت بشكل كبير. ربما يحدث كمان زي تجربة المغرب مع وليد الركراكي، كانت أكثر من رائعة. على كل حال نتمنى تكون تجربتنا احنا كمان أنجح، يعني سواء بنتكلم عن تجربة المغرب أو تونس أو أي منتخب آخر يعني كان تحت قيادة مدير فني محلي أو وطني. خلينا نروح نتابع بالحديث كمان، احنا ذكرنا كابتن حسام حسن، نروح نتابع كلمة كابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي اللي كان منذ دقائق، ونرجع نكمل مع حضراتكم. الحمد لله، يعني يمكن احنا الماتش اللي فات البدايه كانت حاولنا ان احنا الشغل اللي متعامل معانا اسبوع او بالظبط تحديد اسبوع لاعداد للبطوله، اشتغلنا كويس المباراه اللي فاتت مع نيوزيلندا، وحققنا يعني بدايه بالنسبه لنا للتكتيك والشغل اللي احنا كنا عايزين نوصله للاعبين بعد تغيير طبعا الجهاز، وإن اللعيبة اتعرفت على الشغل إن إحنا إن أنا أو الفكر إن أنا عايز أشتغل بيه. الحمد لله أدوا بشكل كويس، وزي ما قلنا الاحتكاك للبطولة دي كان مهم جدا، وأنا راضي عن البداية الأداء، والحمد لله النتيجة ربنا إدانا النتيجة معنويا تفرق كتير معانا. وأنا شايف البطولة يمكن البطولة خدت أهمية كبيرة، أهميتها أهمية كبيرة من الفيفا أصلا، و زائد قوة المنتخبات اللي موجودة سواء كرواتيا أو نيوزيلندا وتونس. الحمد لله البطولة اتلعبت لعبنا وفي استاد فاف يعني الكرة المصرية والرياضة اتعمل في العاصمة البلدية العاصمة الإدارية، وأعتقد إن وجود الجماهير في المباراة اللي فاتت كان إيجابي جدا معنويا للاعبين. إن شاء الله المباراة النهائية مع كرواتيا الجمهور هيفرق كتير جدا معانا ان شاء الله. بالنسبه للاداء طبعا انت عارفين ان المنتخب كرواتيا من ثالث العالم، ومنتخب كبير وعنده لاعبين على اعلى مستوى في انديه كبيره على اسهم ريال مدريد ومانشستر يونايتد وكل الانديه اللي موجوده في اوروبا، فاعتقد المباراه مفيده. وعايز اوصل معلومه ان البطوله نفسها ان شاء الله يعني بالاداء الايجابي والنتيجه الايجابيه اللي هتحصل ان شاء الله زي ما حصل في نيوزيلندا وان شاء الله في كرواتيا، الغرض منها فعلا معنويا والاستفاده الفنيه، ويتخيلنا ان شاء الله نسعى للهدف بتاعنا في تصفيات كاس العالم وان شاء الله كاس الامم 2025. خلينا من الامام عاشور الاول. الامام يعني من اللعيبه المهمه جدا، يعني زي ما انتم شايفين طبعا يعني ربنا ان شاء الله بالدعوه والسلامه المنتخب والنادي نادي الاهلي. تخيل قبل البطوله زيزو اتعور وبعد كده امام عاشور من اهم الاعمده، وزائد كمان الناس زي ما قلت رمضان صبحي كان موجود، زائد في الاساس محمد صلاح لظروف الطبيه، دي خيارات كانت مهمه جدا يعني اعمده اساسيه جدا جدا للفريق، وكان اكتر عليك صالح امام. لكن انا قلت ان منتخب مصر رغم انه بيفقد من اهم اللعيبه اللي موجوده في الجيل الحالي، لكن انا عندي مبدا منتخب مصر مش
منتخب مصر كبير وكل اللعيبه اللي موجوده تعوض في غيابه ان شاء الله. واحنا وانا اطمنت على امام في نفس اليوم لما راح المستشفى قال لي يعمل عمليه النهارده، عملها الحمد لله الصبح في المستشفى، فطمنا عليه ان العمليه نجحت. والوقت انا حددته طبعا الدكتور اللي عمل عمليه زائد العلاج الطبيعي التاهيل ان شاء الله تكون انت عارف الامكانيات موجوده واتحاد الكوره متابع ويهتم بالعمليه طبعا، وان شاء الله المهم يرجع، لان الحمد لله يمكن في وقت عندنا ان شاء الله لحد شهر 6 مباراه بوركينا فاسو، فان شاء الله يكون معانا هو وزيزو وكل مجموعه محمد صلاح ومضرون وكل الناس والناس اللي هي عناية عليهم في الدوري ان شاء الله يكون يقدر حياتهم ان شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، كلام محترم جدا من كابتن حسام الحقيقه. وكابتن حسام من المديرين الفنيين اكيد بقى زي ما كابتن خالد قال، هو ده اللي هيفرق يا كابتن خالد من وجهه نظري، ان المدرب المصري يعلم طباع المصريين ويعلم طريقه الوصول الى قلوب المصريين طبعا. الحقيقه فهو مثلا في اصابه امام قال لك امام او غيره حتى كان هيعمل كده، انا متاكد ان هو هيفضل معاه وهيكلمه وهيروح له وكل حاجه طبعا. والمدير الفني المصري دايما بيبقى عارف مفاتيح كل لعيب، يعرف ومفاتيح كل لعيب صحيح ده الاهم. نقطة مهمة جدا دي، نقطه مهمه جدا ازاي ان انت يعني بتاخد كل اللي عند اللعيب بيديهولك اثناء المباراه. لا هو كان بيتعب بيتابع ماتشات كتيره ومباريات كتيره وعينه على اللعيبه وعينه على اللي بيحصل، فكل ده برده مش سهل تلاقيه قوي بيحصل بفاشن من مدير فني اجنبي. احنا لا نقلل بالمناسبه من اي مدير فني اجنبي، يجيب العكس، ولكن احنا بنتكلم على الاختلافات اللي هي بتبقى واضحه بطبيعه الامر يعني. فنتمنى كل الخير واحنا متفائلين، انا كمان متفائله جدا وكنت من زمان زي جماهير كتيره بتنتظر اليوم اللي نعود تاني ونسمع مدير فني محلي ووطني طبعا مسك منتخب مصر، على امل يبقى في نتيجه مختلفه. انت 14 سنه يعني مش عارفين نفرح للاسف الشديد. خدمه في سنه هي بالظبط حقيقه يعني حاجه صعبة. طيب خلينا ننتقل للنادي الاهلي يا كابتن خالد. النادي الاهلي عنده مباراه مهمه جدا امام سيمبا التنزاني يوم الجمعه القادم، مباراه فيها كلام كتير جدا خصوصا بعد ما انت عندك عدد كبير من اللاعبين اللي موجودين مع المنتخب الوطني، هيجوا لك يوم يعني المباراه يوم الثلاثاء وبالتالي هيجوا لك يوم الاربعاء اللي هو يوم السفر قبل المباراه باقل من 48 ساعه. اعتقد الموضوع صعب خصوصا ان انت 12 يوم 10 لاعبين اللي موجودين مع المنتخب بعيد عنك، 3 لاعبين او 4 لاعبين اللي موجودين مع المنتخب الاولمبي مش موجودين معاك، منتخب 2005 نفس الكلام، وبالتالي مش عارف تجمع لعيبتك، مش عارف تزيد الانسجام اللي انت محتاجه خلال الفتره القادمه. طبعا الظروف دي كلها بتخلي الماتش اللي جاي قدام سيمبا بتاع يوم الجمعه ده ماتش صعب، زائد ان فرقه سيمبا من الفرق برضو اللي عندها امكانيات كويسه، يعني فرقه كويسه تذكرة الملعب هيبقى مليان على الاخر، فانت هتلعب في طقوس صعبه. اللعيبه بالنسبه للعيبه الدوليين اللي مع المنتخب الاول جايين قبل ينضموا للنادي الاهلي قبليها ب 48 ساعه، بس دي مش تبقى مشكله، عندهم خبره وهيقدروا ان هم يظبطوا نفسيهم وينزلوا الملعب ويأدوا بشكل كويس. هي طبعا كانت هتفرق في الوقت اللي فات مع الجهاز الفني في موضوع التمرين، لعيبه كتيره ناقصه، لعيبه كتير من الناشئين طالعين، برضو حته الانسجام وحته التكتيك وحته الشغل الخططي مش هيكون على المستوى المطلوب، ما قدروش ان هم يشتغلوه بشكل كويس، ولكن ممكن العمل يعني في خلال 3 4 ايام ممكن يظبطوا الدنيا والدنيا تمشي كويس. ولكن انا النقطه اللي عايز اتوقف فيها مهمه جدا، عمليه الفطار يوم الماتش، اللعيبه لو صامت هتبقى صعبه جدا عليهم وعلى اداء الفرقه. مش عارف انا ما يعني ماشي حضرتك ادرى يعني في مثل هذه الامور، حضرتك يعني كتوصيه يعني حضرتك بتقول الافضل ان ما يبقاش فيه الافضل في اليوم ده نتيجه ان في ساعتين الا ربع ما بين الفطار وبدايه الماتش، ان اللعيبه ده حفاظا على اللعيبه لا اكثر يعني، حفاظا على اللعيبه وحفاظا على ان انت تعملي النتيجه كويس. لان اصل هي عمليه محسوبه، هي مش اراء، ده مش راي على فكره، هي مساله علميه. اللعيبه لما هتاكل الدم كله هيروح للمعده، واي حد بتاع تغذيه هيفهم كلامي ده. احنا مش عايزين زي اصابه لاحمد رفعت او غيره، مش هيبقى في طاقه عند اللعيبه لان الدم كله راح للمعده عشان عمليه الهضم. صحيح مفيش دم في العضلات اللي هو يديك الطاقه. قد تزيد نسبه الاصابه كمان تيالي، اصابه وبذل الجهد يعني انت الجهد. طبعا فهتفرق بشكل كبير، والماتش مش سهل،
فرقه سيمبا كمان مش من الفرق اللي انت جيدة. تقدر وانت بنص مستواك تكسبها، لا انت لازم تكون في قمه ادائك الفني وتكون مركز بشكل كبير جدا عشان تقدر ان انت تعمل نتيجه كويسه، لان احنا لعبنا معاهم تعادلنا 2-2 هناك وجوم اتعادلوا معانا 1-1 هنا في مصر. الماتشين اللي لعبناهم في البطوله الدوري الافريقي ففرقه مش سهله وفرقه مش من الفرق اللي هي زي ما بقول لك نقدر بنص مستوى اللعيبه اللي عندنا ان احنا نكسبها، او لو احنا مش في حالتنا لا لازم اللعيبه كلها تكون في حالتها في مستواها الفني بشكل عالي جدا. في نقطه كمان لو اتكلمنا شويه بين المدير الفني هنا وهنا، يعني كولر وبن شيخه طبعا هذا المدير الفني الجزائري اكيد لازم بيبقى فيه برضو دراسه للفكر بتاعه وتاريخه مع الفرق المختلفه. بتشوف بن شيخه برضو ما يميزه كابتن خالد؟ بن شيخه كان ماسك اتحاد العاصمه وفي ماتش السوبر هم كسبوا، خدوا مننا البطوله بتاعه السوبر دي، كان هو المدرب، مدرب عربي حافظ طبعا فرقه النادي الاهلي وحافظ امكانيات اللعيبه وادوار اللعيبه اللي بيقوموا بيها جوه الملعب. ومننا هتيجي برضو صعوبه الماتش، يعني انا بتكلم صعوبه الماتش في حاجتين، المدرب بتاعهم مدرب عربي عارف كل ما يدور حوالين فرقة النادي الأهلي من ناحية المستوى الفني ومن ناحية مستوى اللعيبة، وواجه الأهلي تحت مسميات مختلفة زي حاجة بتقول الطقوس اللي هنلعب فيها، استاد 60,000 متفرج، موضوع الفطار والصيام والقصة دي، موضوع عدم وجود اللعيبة تحت إيد مستر كولر قبليها بفترة عشان المنتخب، فكل دي ظروف لازم الواحد يتعامل معها بشكل من الحنكة بحيث إن احنا بإذن الله نعمل نتيجة كويسة هناك. ولكن انت عندك الحمد لله عدد جيد من اللاعبين اللي تقدر تعتمد عليهم خلال المرحله القادمه بعيدا عن الاصابات. طبعا النادي الاهلي الحمد لله عنده قائمه فيها 30 لعيب انت تقدر تستغل اللي موجود واللي جاهز واللي هو مش مصاب بشكل كويس وتوظفه بشكل كويس وتقدر تستفيد منه، فما فيش مشكله بقى يعني باذن الله. كيفيه الاستفاده بقى يا كابتن؟ لانه هناك البعض يرى مثلا ان انا لاعب حسين الشحات ناحيه اليمين ما لعبوش ناحيه الشمال، وهناك البعض الاخر يرى ان انا مثلا لما ابدا ما ابداش بطاهر محمد طاهر ناحيه الشمال وابدا بيه ناحيه اليمين او ابدا فيه. هو الراجل حاطط فكره، الراجل حاطط دماغه، فكل واحد لينا زي ما حضرتك تعلم عنده دماغ. طبعا وكل المصريين بيحبوا ان هم يقولوا احنا كذا وكذا وكذا. انا بشوف ان الراجل هو اللي بيتحاسب وبالتالي هو اللي يضع ما يريده طبعا. طبعًا. يحط حسين ناحيه اليمين، يحط حسين باك ليفت، هو حر يعمل تغييراته في الدقيقه 70 اللي الناس تقول لك هو حر. يعني انا دايما ببقى متضايق جدا من هذا الامر، بشوف انه يا جماعه طب ما هو الراجل اللي هيتحاسب على فكره. ايوه انت حضرتك بتضغط عليه ليه في ايه؟ معرفش وجهه نظرك. لا فعلا كلامك مظبوط، هو الاحق ان هو يقول مين يلعب ومين ما يلعبش ومين يلعب في الحته دي ومين ما يلعبش في الحته دي. يعني ممكن كابتن مدير فني يبقى شايف ان اسلام اللي يلعب مش خالد وما يلعبش اسلام ويلعب خالد؟ لا استحاله. صح استحالة. هي وجهه نظر غير في حاله واحده لو هو مش شايفها مش واضحه له فيعملها. يعني مثلا عمر كمال عبد الواحد مثلا الماتش اللي فات لما لعبه مساك أوكي. ما دي مشكله كانت هو بس رجع قال ايه؟ رجع قال دي غلطتي، بس هو لو شايف من الاول كان ممكن ما نشوفش دي. صحيح يعني ما صحيح. مش شرط ان انا اعمل كده عشان احس ان انا عملت حاجه غلط، هو لازم تقيس امكانيات اللعيبه بشكل كويس. زي ما انت مثلا اسلام كنت باك رايت صحيح. عارف لو انا كنت بدربك كنت هلاعبك ايه؟ قول انت كده بقى مش هتصدق. كنت هلاعبك هاف ديفندر في نص الملعب. كنت بلعب هاف ديفندر. بصي والله انا معرفش. لا لا كنت بلعب. لا بص بقى ده انا بقول لك كنت لاعبك هاف ديفندر في نص الملعب وهخليك من احسن هافات ديفندر جت على تاريخ كره مصريه. ما بقتش انت احسن. لا انت مش عشان مش مستوى، ولكن لو كنت تلاقي مثلا واحد وراك في ظهرك كده مدير فني ولا وهتلعب وهتلعب بيفرق مع اللاعب بدرجه كبيره. العين والحنكه ان انا ازاي استفيد بالامكانيات اللي موجوده ان انا اوظفها في حته. خلي بالك هو استفاد قبل كده بكريم فؤاد لما حطه ناحيه الوينج رايت يعني هايل او الجناح الايمن وعمل ماتشات هايله. كلنا حتى استغربنا لما عمل التغييره دي لو تفتكر في المباراه من المباريات كلنا قلنا ايه يا كولر اللي انت صح طلع هو الصح طلع هو الصح برؤيته طبعا برؤيته واكتشاف. فهي دي نقطه مهمه جدا في وهو ده اللي بيفرق مدير فني عن مدير فني والتطوير اللي بيحصل للعيبه كسكواد كامل. في بعض المديرين الفنيين بيجوا بيطوروا بعض اللعيبه وللاسف في بعض اللعيبه اللي مستواها بيبقى جيد جدا بس مع مدير فني معين المستوى بيقل. شفناها كتير بلا
ذكر اسماء بس كولر ناجح في ده ان هو طور اللعيبه ككل كسكواد، وبدل السكواد الواحد اللي احنا كنا بنعتمد عليه يمكن حتى شويه وقت موسيماني كان عندك لعيبه اساسيه في حاله اصابه او غياب بتحس شويه بمشكله او بفرق، لكن كولر اشتغل على سكواد واثنين بنفس المستوى، فانا اعتقد ده نجاح الى حد كبير حتى هذه اللحظه يعني. لا ونجاح كبير لان هو طور اللعيبه على المستوى الفردي، كل لعيب على مستوى الفردي اذكر كتير منهم عبد المنعم على سبيل المثال جدا، وطور على المستوى الجماعي بالنسبه للفرقه يعني. صح. في مدرستين يا كابتن، مدرسه تثبيت التشكيل يعني، جوزي كان من مدرسه تثبيت التشكيل ان هو بيلعب ب 11 لاعب ممكن يسخن ال 15 اللي حوالين ال 11 ويخليهم يحسوا ان هم هيلعبوا الماتش اللي جاي مثلا، بس ما بيلعبوش، هم ال 11 اللي بيلعبوا برضه، دي مدرسه. وفي وموسيماني كده هم 11 12 واحد اللي بيلعبوا وبالتغييرات محفوظه وكل حاجه محفوظه. وفي مدرسه كولر، حضرتك مع انهي مدرسه؟ لا مع مدرسه كولر والله، بالذات لما اكون بشتغل في نادي زي النادي الاهلي. أوكي. انا عندي احسن لعيبه، عندي 30 لعيب كلهم احسن لعيبه على مستوى افريقيا ومستوى مصر. فلما بشيله واحط، هي الحاجه الوحيده اللي تخليني اغير، طالما الكويس هو اللي في الملعب، الوحش هو اللي بيتغير. ايه بس هو كويس دايما بيبقى من وجهه نظر المدير الفني، وبالتالي هي طبعا هي قصه يعني ما بس كويس دايما مش هيختلف عليه حد يا اسلام يعني. دايما انا لو بلعب واديت بشكل كويس هتلاقي كل الناس في النادي واديت صح. طالما بلعب واديت، انا بتكلم على الاداء. هو المدرب بيشوف اللاعب في التمرين فبيحطه في الماتش، بقى كويس بقى كويس بيكمله، بقى وحش لا يشيله ويحط لعيب تاني اللي هو ماشي كويس في التمرين. وهي دي تدي المنافسه الشريفه ما بين اللعيبه. صحيح. انت يعني هتلاقي صحيح. الدنيا. طب انت في الماتش اللي جاي تحديدا، انا جاي لي من بره 8 9 لعيبه، مش من بره يعني، اقصد ان هم بقالهم بعيد 10 12 15 يوم عن الفرقه، ما بيتمرنوش مع الفرقه، هيجوا قبل المباراه ب 48 ساعه، العب بالمجموعه اللي انا شايفها تحت عينيا، ولا المجموعه برضو اللي جايه 8 9 لعيبه؟ لا العب باللي جايين 8 9 لعيبه اللي كانوا موجودين في المنتخب. لا يعني، لان انت برضو مش هتلاقي، ما عندكش 8 9 لعيبه تقدر تحطهم مكانهم. انت لا، ال 8 9 دول وتزود عليهم هتشوف. بقى انت، وهي برضو كل دي اراؤه هو ونظرته هو. يعني هو هيبقى شايف مين المناسب للماتش. وهو لعب قدام سيمبا قبل كده ماتشين بره وهنا. صح. فهو هيبقى عارف مين المناسب للماتش ده في ظل الظروف اللي موجوده دلوقتي، وفي ظل الماتش اللي هنلعبه بره في الطقوس اللي هيبقى هناك. مين اللي هيأدي ومين اللي هيبقى، دي بقى بتبقى رؤيه المدير الفني هو المفروض بيبقى شايفها قبلينا احنا من نتيجه معاشرته للاعيب. فانا اتمنى باذن الله ان هو يبقى في اختياراته، هو كوكتيل يبقى لا كوكتيل. في اختياراته يبقى موفق، واثناء المباراه يبقى موفق في اداره الماتش. وهو عنده اسماء كتيره زي ما كنا بنتكلم يعني. انا هتفق مع حضرتك في فكره مدرسه كولر، لان انا دايما ببقى عايز يبقى عندي سكواد واثنين جاهز وعلى مستوى واحد فني. يعني مش هنقول مثلا السكواد الاساسي هو اللي جيد والسكواد الثاني بيعوض شويه، لا الاثنين بيبقوا في نفس المستوى. لان ما حدث مع موسيماني، خلينا برضو نبقى يعني واقعيين شويه، كان معتمد على سكواد كان اكثر من رائع وقدر ان هو يتخطى بيه بطولات كتيره جدا، لكن حصل اصابات في الاخر ادت الى مشاكل واجهتنا. فقصه ان لا انا عندي بديله بنفس المستوى ده رائع. يمكن ده كمان شفناه حراسة المرمى، فده أمر أعتقد برضو نجاح إلى حد كبير. إحنا عندنا كان حراسة المرمى طبعا محمد الشناوي، لا يعني محمد الشناوي محمد الشناوي، محدش أبدا يقدر أنه هو يعني يزحزح مكانة محمد الشناوي. لكن أنت عندك دلوقتي لما كان في ظروف مصطفى شوبير برضو ظهر بمشهد مشرف، خلينا نقول بشكل كبير، فده برضو يدل على نجاح. خلي بالك ان هواند في حمزه علاء، حمزه علاء برضو، وعندنا حمزه علاء طبعا. طبعا حمزه من الاجوان الهايلين جدا جدا بصراحه. ما هي دي النقطه، ان انا عندي واحد واثنين وثلاثه لنفس المركز وفي نفس المستوى الى حد كبير. زنفولي طبعا، وفي النادي الاهلي زنفولي حاليا طبعا، عشان النادي الاهلي بتلعبي في اكتر من بطوله ومطالبه ان انت تاخدي كل البطولات، فانت محتاجه ان تستخدمي كل اللعيبه اللي موجوده عندك، لان انت زي ما قلتي ممكن يبقى في اصابه، ممكن يبقى في المستوى قل بشكل شويه، فانت لازم تستخدمي كل اللعيبه لانك بتلعبي على كل البطولات وبتلعبي في بطولات كتيره جدا جدا. طيب كابتن خالد، اخيرا في مثل هذا الامر كيف تنظر للمباراة القادمة من الناحية الفنية بشكل عام بقى، يعني بعد كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده، كيف تنظر لهذه المباراة
في ظل ان انا بشوف ان انا تنزانيا من البلاد اللي صعبه بالنسبه لي كلاعب كوره. لما بروح تنزانيا نفسيا ونفسا بتعب. ايوه. يعني اللي هو ايه نفسا كمان يعني. خلي بالك النفس في تنزانيا صعب. اثيوبيا وتنزانيا وكينيا حضرتك عارف اكيد الكلام ده. طب. فتنزانيا من والله انا لا عشان بس الناس تقول لك ولا مبرر دي الحقيقه. هذه هي الحقيقه بالمناسبه. كل اي لعيب كره عارف ان اثيوبيا كينيا تنزانيا كوت ديفوار الاربع بلاد دول بالزبط. تحديدا متعبين يعني. متعبين نفسا شويه يعني بالزبط. في اطار كل هذه الامور كيف تنظر للمباراه القادمه؟ لا انا شايفها ماتش صعب على مستوى الفني. فرقه سيمبا يتعمل لها حساب. اوكي. نمره 2 في ظل الظروف اللي بيمر بيها فريق النادي الاهلي. لعيبه في المنتخب ما انضمتش مش تحت ايد كولر بشكل كبير. اصابات. الطقوس بتاعه الملعب. الجمهور اللي انت هتلعب قدامه هتصعب الماتش. واللي هيصعبه اكتر تاني انا هتبت على الكلمه دي حته لو 7 الا ربع و9 صيام. طبعا هتصعب الماتش بشكل. احنا مش هننسى التوصيه دي والله ننزلها فعلا. لا يعني اصل دي نقطة مهمة. وبعدين تدي الحلول. ما هو برضو اللعيبه ممكن ما تبقاش لما تيجي تقول له لا هتفطر ممكن يقول لك لا ده انا هسوق. لا لازم تدي له الحل. الحل هو ايه يا سيدي؟ نمره 1 انت على سفر فمعاك رخصه ربنا سبحانه وتعالى. لما كنا بنسافر كانوا بيجيبوا لنا رخصه. مش بيجيبوا لنا يعني كنا احنا انا شخصيا كنت بتصل بدار الافتاء يقول لك انت رخصه السفر بالظبط هي مش محتاجه بقى الباقي. هو كان يقول لي رخصه السفر خلاص دي تخلص الموضوع وبتتعوض. تعوض فطر واحد هناك ده انت هتاخد مش فطر واحد فطر 10 يا سيدي هناك هتاخد ثواب كبير جدا. وانما هتبقى عمليه صعبه لمن لا يستطيع طبعا. لو لعبتنا لعبت وهي صايمه طيب. هتبقى صعبه جدا. عموما نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه في حاجه عايز اقولها بس اسلام كتش. عشان يبقى انا يعني من حب لو مستر كولر بعد كده وده طبعا انا بقول من حبي للنادي ومن طبعًا من طبعًا. من من لا كابتن انت مش محتاج تقول المقدمه يعني اتفضل من فكر الواحد لو مستر كولر بعد كده حصل دروب في مركز المساك زي ما حصل في الماتش اللي فات انا اتمنى ان يلعب عمرو السوليه في المكان ده. عمرو السوليه او انا وجهه نظري كريم نيدفيد برضو يعني لانه بيعرف يقف على الكوره. عمرو السوليه لو عمرو احسن طبعا طبعا في المكان طبعًا ده طبعًا. لا هيمد في عمره في الملعب كمان ممكن يلعب 5 سنين كمان. لان خلي بالك عمرو لان عنده كل الامكانيات اللي يلعب في المكان ده الطول اللي تخليه انه يلعب في المكان ده ومش يلعب وخلاص لا ويؤدي بشكل كويس جدا. خلي بالك عمرو كان بيلعب في الاسماعيلي ايام لما كان بيلعب في الاسماعيلي كان بيلعب ليبرو في بعض الماتشات يعني كان بيلعب زي سلوبر تاني او حاجه. عنده الامكانيات ان هو يلعب. عنده الامكانيات ان هو يعني السرعه والقوه والالتحام والتوقيت كويس في الدخول على الكوره وفي بدايه الهجمه وبناء الهجمه. ما عنده طول والقوه لو كولر عمل كده فعلا اكيد لازم نرجع المقطع ده كابتن خالد. ده توصيه مهمه برده. لا بس بحضرتك طبعا وجهه نظر تحترم. كابتن خالد نورتنا بجد في الاهلي في رمضان. اشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. كل سنه وحضرتك طيب مره كمان. طيبه وسعيد ان انا معاكي ومع اسلام. كل سنه وانتم طيبين وكل طيب. جماهير النادي الاهلي بخير. ربنا يخليك. قبل ما نروح فاصل هنسيب حضراتكم مع هذا التقرير ونستعرض استعدادات النادي الاهلي لمواجهه سيمبا التنزاني وبعد كده نعود مره ثانيه لحضراتكم. خليكم معانا. مرحبا بحضراتكم والفقره الاخيره ومنورينا زملائنا الاعزاء جدا طبعا صبري سراج واحمد ثابت. بونسوار. كل سنه وانتم طيبين يا رب. منورينا. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام. عامل ايه؟ الحمد لله وحشني والله يا كابتن. انت اللي وحشني بقالنا كتير ما تقابلناش صح؟ حتى ما قلتليش كل سنه وانت طيب. لا ازاي بقى؟ ده من اول رمضان ولا ايه؟ من اول رمضان ما قاليش كل سنه وانت طيب. تخيلي بقى. وانت يا صبري برضه نفس الكلام يا اخي برضه انتوا. انا مني لله والله. منكم لا منورين دايما. ويا احمد خلينا نبدا معاك باداء منتخبنا الوطني مع منتخب نيوزيلندا. كيف رايت اداء منتخبنا الوطني مع منتخب نيوزيلندا في مباراه اعتقد او البعض شايف ان هي مباراه حلوه قوي وناس تانية شايف ان هي وحشه قوي؟ غريبه جدا التناقض اللي بيحصل او اللي انا سامعه يعني. في البدايه طبعا خلينا نقول ان هي بدايه لسه جهاز فني متولي الكابتن حسام حسن. عجبني قوي استاد العاصمه الاداريه. ايه الحلاوه دي؟ انا حاسس ان انا كنت قاعد بتفرج على ماتش بره مصر حقيقي والله العظيم. استاد بصراحه يعني استاد عالمي.
استاد بيضاف كده للاستادات الموجوده، استاد القاهره واستاد برج العرب استاد اسكندريه. اعتقد هو افضل كمان يعني البعض قال او قيمه افضل، لان كمان هيبقى فيه امكانيه ان انت تعمل زي بوثز اكل وحاجات زي كده مش متوفره في تقنيات حديثه. بس هو يعني برضو استاد القاهره استاد عملاق، استاد الرعب يعني الاثنين برضو يعتبروا بيشيلوا 90,000 متفرج، استاد القاهره ممكن يصل ل 100,000 كمان. فطبعا تحسب بصراحه الدوله المصريه كلها الاستادات، ده الاستاد استاد عظيم يعني. دي اول حاجه الاستاد. النقطه الثانيه يمكن كابتن حسام حسن ما اقدرش اقيمه فني قوي في اول ماتش. صحيح. ليه؟ انا مش شايف يعني، ما تقدرش تقول ان في طريقه لعب وبناء هجمه وتمرير طول، في تمريرات طوليه كتير، بس اهم حاجه فعلا شفتها هي عوده الروح. حلو. ليه؟ باين حتى في الارقام في الالتحامات الثنائيه، لما انت بتلاعب فرقه الاستحواذ بتاع نيوزيلندا كان اكتر منك، هم 52% احنا 48%، لكن في الالتحامات الكره الثانيه في الروح دي ما كانتش موجوده. صحيح. دي اول حاجه اضافها الكابتن حسام، اقدر اقول المسها شويه ان في شخصيه لمنتخب مصر موجوده. في في ايجابيات طبعا هو بصراحه عجبني فيها، اولا طبعا البدايه بال 4-3-3 طريقه اللعب، توظيفه القفشه يعني، قفشة اصلا كان قاعد دكه في النادي الاهلي ما بيلعبش، مش بيلعب اساسي بس مش كل الماتشات. اما يجي مدرب منتخب مصر يختاره في القايمه، ده دليل ان هو عنده حاجه معينه، ان هو بيفتقد لصانع الالعاب او بيفتقد لبعض اللعيبه اللي هي عندها اللي بتعمل لك تمرير او باستحواذ كتير، فاختياره القفشة عجبني جدا. وللأسف قفشة كان الفترة اللي فاتت معنوياته متراجعة شوية، وكل كان بيلاحظ ده فعلا، لأنه ما كانش بيلعب بشكل أساسي. بس جه علا في الآخر في ماتش الزمالك في الكاس، ما هو اللي كسبنا هو وإمام في ماتش لما الكاس أخذ، لما أخد فراح أخده. فإمام عاشور كمان تواجده وقفشة الثنائية دي بصراحة بتقدم كرة كويسة جدا، تحديدا إمام عاشور نقول له ألف سلامة عليه. ولكن إمام عاشور بالتأكيد هيفرق كتير جدا يعني، إمام عاشور قيمته دلوقتي في منتخب مصر وفي النادي الأهلي يأثر على منتخب مصر ويأثر على النادي الأهلي، لأنه بصراحة لعيب بيمثل الكريزة الموجودة في النادي الأهلي وفي منتخب مصر. إمام عاشور توظيفه برضو سواء الدفاعي رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، محمد هاني، الثلاثة دول طبعا من النادي الأهلي، برضو محمد حمدي، الثلاثة اللي في وسط الملعب، وقدام بقى توظيفه المرموش ناحية اليمين وتريزيجيه ناحية الشمال ومصطفى محمد، تحس إن هو بيحاول يحط قوام إن أنت تكسب منتخب. يعني انا مش شفتها غير ناجحه، ولكن اللي هي مرموش ناحيه اليمين، مرموش ناحيه اليمين طبعا، لانه ما اعرفش ليه الحقيقه يعني، انا كنت مستني، ولا يمكن نستنى على رايك مره واثنين وثلاثه مباراه واثنين وثلاثه عشان مش على عدلته، لا يجب الحكم وما بيلعبهاش لا يجب الحكم من بدري يعني من وجهه نظر صح، لكن انا مش عارف، انا مش حاسسها ولا يا صبري؟ انا معاك تماما. هو اظن ان اصابه حسين الشحات بالنسبه له كانت مفاجاه، وكان عامل حسابه ان حسين هو اللي هيلعب ناحيه اليمين، كمان ما كانش فيه زيزو، فما كانش معاه جناح يمين اصيل يعني او حد يقدر يقوم بالدور ده، وخصوصا كمان ان محمد صلاح مش موجود، فاضطر انه يلعب حد من تريزيجيه او عمر مرموش هو اللي يكون في الجنب اليمين، فهو كان مضطر ده. انا ما بشوفش مرموش جناح حتى لو جناح شمال يعني، وبستغرب الحقيقه ان انا بجيب واحد من هدافين الدوري الالماني بيلعب مهاجم واجي في منتخب مصر على لعبه جناح، عشان انا عندي منه. عندي مهاجم قوي تاني اسمه مصطفى محمد، بس في الاخر انا ما باخدش استفاده كامله او حتى نص استفاده من مرموش. طب ما لاعب ده او ده يعني ايه المشكله؟ طب يعني وليه اخسر واحد منه؟ ما انا عندي تريزيجيه مثلا برضه، ليه اخسر واحد منه؟ طب انا بخسر تريزيجيه يعني، بلعب مرموش اساسي، انا بقعد تريزيجيه بره. طب معلش ليه ما نلعبش الاثنين قدام يعني زي عمرو زكي ومتعب يعني اثنين مثلا؟ يعني كان عمرو يعني زكي ممكن الاقي طريقه محمد. اقصد ان انا ممكن الاقي طريقه يعني ممكن العب كده، بتغير طريقه لعب كامله عشان تلعب حد مكان يعني. برضو انت سيستم اللعب اللي ماشي بيه منتخبنا الوطني خلال الفتره السابقه هو بيعتمد على راس حربة وحيد ولا يعتمد على اثنين، عمرنا ما شفناه بقى. ما هو ما نجحش بالراس الحربة الوحيد، انا اعتقد التغيير ده ربما يعني وجهة نظري طبعا ممكن تعمل فارق. انا بشوف ان احنا ما نجحناش ابدا في اللعب يعني كمستوى حتى اداء منتخب مصر. لا ليه؟ لا انت واصل نهائي كاس افريقيا، احنا انا بحس ان احنا كنا بنفوز يعني، حتى كانت الناس احنا كنا بنفوز، الناس قالت لك انت لو عديت البطوله دي هتكون بالتعادل اللي انت عملت تعمله يعني. انت ما شفتش المنتخب فعلا بيلعب وبيفوز يعني. هي النسخه اللي فاتت كانت نسخه صعبه صعبه جدا. كابتن اسلام بيتكلم على النسخه اللي قبلها مع كارلوس كيروش. انا بتكلم على، بص انا دايما لما باجي برضو ابص، انا ببص على ارقام وعلى شواهد بالنسبه لي كلاعب كوره يعني، شفت شويه حاجات. انا بشوف ان خلاص ما فيش حد في العالم كله
محدش بيلعب بهذه الطريقه. ماشي ما عنديش مشكله ان احنا نشوف كابتن حسام ينظر لهذا الامر بشكل او باخر بحيث انه يكون ابتدع طريقه او رجع الطريقه 4-4-2 مره ثانيه او يلعب بواحد فيهم يعني على حسب المناسب للمباراه يعني. صحيح. الفكره مش ان انا عشان عندي اثنين جامدين بس فهغير مركز واحد فبفقده بالظبط بالظبط طريقه لعب كامله وخصوصا ان اللي بيلعب على الجناح الشمال حد بقيمه تريزيجيه يعني لعيب كبير اصلا صحيح فانت بتخسره لما بتقعده على الدك. انا كنت عايز بس اتكلم في نقطه حضرتك اتكلمت فيها كويسه قوي فكره الناس شافت الماتش او نص او بعض الناس شافوا الماتش حلو قوي راضيين والنص تاني شافوا ان ما كانش فيه غريبه جدا كوره خالص. انا بشوف ان الجري الكتير والالتحامات والروح اللي اتكلم عليها احمد ان في عوده للروح. احنا شفنا جري كتير وشفنا التحامات كتير بنكسبها في المباراه وبتاع ففي ناس بتبص للامر وبتشوف الكوره من الناحيه دي فبتحس ان احنا ايه كنا جامدين قوي. الناحيه الثانيه في ناس بتبص اللي احنا قدمنا ايه ككوره، تصرفنا في التلت الامامي كان ايه، في الحاله الدفاعيه كنا عاملين ازاي، الشكل بتاعنا بقى تكتيكيا اكتر كان عامل ازاي. ففي ناس شافت ان احنا ما قدمناش مباراه كويسه. واحنا ما لحقناش نقدم، ما هي برضه الحكم المتسرع ده صعب جدا على فكره يعني مش هنحاسب المدرب بعد 8 ايام يعني بعد 8 ايام واول مباراه ما ينفعش نحاسبه. انما في ملامح بتقول ده تيبيكال كابتن حسام حسن، لعب على الكرات الطويله والاندفاع البدني الكبير، اللعيبه بتبقى جاهزه بدنيا جدا وبقى في جري كتير، احنا بنلعب كره طويله وبعدين كل الفرقه بتندفع، فده هو الشكل اللي الكابتن حسام اصلا بيلعب بيه وهي دي طريقته. هل هتناسب منتخب مصر قدام المنتخبات الكبيره ولا لا؟ هل كابتن حسام اللي هيطوع يا احمد لاعبتنا لطريقته اللي هو بيتكلم عليها سراج اللي هي الكرات الطويله الاندفاع البدني، ولا احنا هنلعب بطريقه منتخب مصر اللي هو التحفظ الدفاعي ثم الاعتماد على الهجمات المرتده في ظل وجود ثلاثه او اربعه لاعبين بيلعبوا من الناحيه الهجوميه بشكل كبير جدا؟ ومن الواضح ان هو هيتبع ظروف الماتش يعني. هو حتى بعد ما تقدمنا المنتخب مصر كان بيلعب دايما ورا وبيعتمد على الهجمات المرتده، بس هو اللي ناقص الكابتن حسام بقى الفتره الجايه ان احنا محتاجين نشوف اسلوب منظم في الهجمه المرتده خاصه لما تلعب كرواتيا. كرواتيا انت عشان تلعبها لازم يبقى عندك اسلوب معين في الهجمه المرتده. النقطه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها ان عمر مرموش مش باين ناحيه اليمين عشان كده ما كانش الشكل في الهجمه المرتده كويس، خاصه كمان مع اصابه امام عاشور اللي هو اللعيب اصلا اللي بيعمل لك التحول من الدفاع للهجوم عكس حمدي فتحي عكس مروان عطيه كلهم باسلوب دفاعي، الوحيد فيهم اللي هو بيبقى باسلوب هجومي بنسبه 80% هو امام عاشور، فمع اصابته كمان ما شفناش هجمات مرتده. دي اللي ناقصه، هو بيدافع بشكل كويس منتخب مصر، عنده مرحله الدفاع بشكل كويس جدا، لكن مرحله التحول من الدفاع للهجوم لا ناقصها كتير جدا. بس هو بيحب يلعب كضغط عالي او بطريقه الضغط برضو العالي على المنافس من الدفاع من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه يعني. هو لما اتضربنا اكتر من مره رجع ودافع وبقينا بنستقبل اللعب وبعدين نلعب على المرتدات. كنت بتلعب مع منتخب انا بكلمنا على نيوزيلندا اقل منك وبكتير. صحيح. حتى بغض النظر الكابتن خالد صح لفت نظرنا ان احنا يعني السرعات عندهم اكتر وعندهم بعض الامور الاخرى، لكن في النهايه هو كمنتخب هو تقريبا تصنيفه 100 عالميا اعتقد حاجه زي كده يعني 130 حاجه كده، فبالتالي انت بتلعب مع منتخب اقل منك واضح جدا بفروق كبيره، فكانت الناس منتظره ان انت تجد المنتخب بشكل كبير. عشان كده هنا انا بقول لك في ناس شايفه ان المنتخب عمل ماتش حلو قوي وناس شايفه في نقطة إيجابية كمان. الناس كانت بتقول دايما محمد صلاح لما بيبقاش موجود المنتخب عايز شكله هيبان ازاي، فان انت تظهر بشكل ده في أول ماتش وتحسش برضو بغياب محمد صلاح وان انت بتكسب وأدائك نوعا ما حتى لو 7/10 أو 6/10 دي حاجة تحسب برضو حاجة ممكن كويس. ممكن أقول لك على حاجة لو تتفقوا معايا، للأسف ده قيل النسخة اللي فاتت، ده اتقال أوحش من كده، هو اتقال لك النقيض بقى، اتقال لك الماتشات اللي محمد صلاح ما بيشاركش فيها الماتشات بتبقى حلوة. للاسف ان في البعض اتجه لده وابتدى يقارن بينه وبين بعض المحترفين، واتقال اسم مصطفى محمد على سبيل ان هو كمحترف افضل رغم الفوارق عن محمد صلاح. طبعا ده محزن ان هو يتقال، بس ده كان راي مطروح على الساحه يعني. رايكم ايه برضو في النقطه دي؟ حصل في بطوله كاس الامم الافريقيه الاخيره، فبعد اول ماتش او تاني ماتش لما اتصاب وبعد كده صلاح خرج وزيزو نزل فالشكل احسن، بس ده انا شايف ان صلاح فنيا فيها مظلوم لان احنا اصلا كان معانا مدرب مش قوي، مدرب كان هو كان نقطة الضعف. الفرق بينه وبين حسام حسن يا أحمد؟ لا كابتن حسام عارف أولا بصراحة يعني عنده شخصية قوية جدا، عامل انضباط في الفرقة، حتة إن أنت يعمل معسكر بمباريات ودية دي مفتقدة. كارلوس كيروش أصلا اللي هو سوري روي فيتوريا ما كانش بيتابع الماتشات بتاعت الدوري، هو حد كان بيشوف ماتشات الدوري؟ روي فيتوريا ما كانش بيحضر ماتشات الدوري، ما كانش بيتابع التلفزيون ايوه لا ما كانش المدرب لازم يتابع من الملعب
طبعا طبعا وده اللي عمله كابتن حسام. كابتن حسام من اول ماتش بيتابع المباراه في الملعب غير التلفزيون، عنده شخصيه، عارف يعني ايه. هو كان كابتن وكان نجم كبير وكان عميد لعيب العالم وحاضر بقى التاريخ بقى باللعيبه بالفرق يعني طبعا. فهو حتى يعني لو هو يعني ممكن على فكره المدرب فنيا ما يكونش 100% قوي قوي، بس شخصيته والانضباط اللي بيعمله في الفرقه يعدي على الفنيات بتاعته. عشان نلحق وقتنا عندنا برضو الجزء الثاني، خلينا نروح لمنتخب كرواتيا منافس منتخب مصر في المباراه النهائيه. منتخب كرواتيا طبعا في اسماء كبيره جدا وبتلعب في انديه كبيره، يمكن مباراتهم قدام تونس انا اتفرجت على اجزاء منها الحقيقه، كان عندهم اصرار كبير ان هم يخترقوا من عمق الملعب، فتونس كانت مقفله الحته دي كويس. هو منتخب نفسه طويل وبيلعب كره يعني احيانا بتوصل لدرجه الملل، هم بيمرروا كتير جدا وبعدين تمريرات كتير جدا، وبعدين في السنين الاخيره بقى معتاد جدا ان هم يوصلوا لضربات الترجيح يعني بقت العاده يعني. منتخب نفسه طويل قوي في الحته دي وعندهم تفوق فيها. طبعا عندهم ثلاثي في وسط الملعب ثابت كمان مجهز ارقامهم حاجه مرعبه جدا على مستوى التمريرات وعلى مستوى قوتهم، بس مش في مباراه تونس بالمناسبه برضو عشان نبقى احنا بنتكلم بشكل وهنا اعتقد صح ثابت انا ما اعرفش لكن اعتقد ان احنا جايبين نقاط قوتهم وضعفهم بالظبط، لانه ما في ماتش تونس الحقيقه انا شايف ان ماتش حلو وكل حاجه، ولكن في النهايه يعني منتخب الكرواتي اقوى من كده بكتير. كانوا بيلعبوا بسن التعالي شويه، مش بسنه لا هي كانت واضحه. يعني انا وانا قاعد بتفرج على انا اتفرجت على الماتش ده كتير منه من الوقت بتاع ماتش منتخب تونس ومنتخب كرواتيا، اتفرجت على جزء كبير يعني لو لعبوا بالتعالي ده لمصلحتنا يعني طبعا طبعا. طب خلاص اوكي يا ريت. طب خلينا نتكلم عن نقاط القوه برضو شويه نجيب والضعف. الحالات الفنيه، صور الحالات بتاعت منتخب كرواتيا هنلاقي يمكن هو طبعا هو كرواتيا استحوذت 70% على الماتش. ادي اول حاله معانا هم بيلعبوا 4-1-4-1 الاربعه، طبعا كرواتيا اللي لابسه ازرق اربعه ورا وواحد اللي هو بروزوفيتش وقدامه كوفاسيتش ومودريتش الاثنين اللي هم ايه قدامه على الاطراف وقدام طبعا ايه راس الحرب. ادي 4-1-4-1 هنا انت مهم جدا ان انت تضغط على بروزوفيتش يعني اعتقد ان الكابتن الرئيسي كابتن حسام اكيد هيوجه مصطفى محمد تحديدا هو اللي هيمسك اللاعب الارتكاز الايه المساند اللي هو قدام الاثنين عشان اقفل عليهم، لكن احنا هنشوف الشكل ده طول الماتش 4-1-4-1 وخلي بالك احنا احتمال برضو الاقرب ان احنا نشوف شكل منتخب مصر بالشكل اللي فات، هات لي الصوره اللي فاتت يا سمير اللي هو الاقرب للانتظار في وسط الملعب اللي هو ده اللي هو دفاع في وسط الملعب المساحات اللي هو 30 40 متر دول. تونس كانت بتلعب بخمسه ورا 5-4-1 منتخب مصر هيبقى باربعه يعني هو الفرق في الطريقه لكن التنظيم هيبقى واحد تنظيم بالظبط بالظبط. كمل نفس الشكل برضه هنا الحته اللي حضرتك بتتكلم فيها اللي هي التونس الخطوط فيها متقاربه، نجحوا ان هم يقفلوا المساحات خالص على كرواتيا بشكل كويس، كانوا منظمين. كرواتيا كانت بتلعب عادي يعني تحس ان هم عندهم زي ما قلنا كده في سن التعالي عمالين يمرروا بس مش عارفين يخترقوا، مفيش محاولات فعلا جديه او خطر في كرواتيا في خلال الماتش كله، بل ان تونس كانت اخطر. كمل برضه هنا الميزه في كرواتيا في الهجوم ان هم دايما الظاهرين فاتحين عرض الملعب، هتلاقي الظاهرين اللي هو اللي معاه الكوره واللي هناك، هات الصوره اللي بعدها هتلاقيها باينه اكتر اهي، هنا الظاهرين اللي عليهم الاضاءه اللي هم هنا هتلاقيهم فاتحين عرض الملعب، فهنا محمد حمدي محمد هاني او مثلا احمد بيكهام اي حد هيبدا في الباك رايت هنا مهم جدا الادوار والارتداد الدفاعي للجناحين بتوعك لان ده هيفرق معاك كتير جدا ازاي تدافع. بص هنا يعتبروا بيهاجموا بكام ال 4-1-4-1 اثنين واقفين ورا والباكين طايرين هنا دي ميزه وعيب ميزه ان انت بيتقدموا كتير وعيب ان انت الهجمات قطعت. المرتده في ظهرهم لو قطعت المساحات في ظهرهم يعني هتبقى كتير هنا جدا هنا ممكن بقى يا صبري يتالق مرموش يتالق سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال لانه انت هتلاقي عندك مساحات كبيره جدا جدا ان هو لو في حاله قطع تونس في الشوط الاولاني راحت باكتر من كوره بس لولا رعونه المهاجم في التصرف في في في, في, في 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 اللقطه الاخيره او اللي قبل الاخيره بعد ما بيستلم هو كان بيبقى في سنه بطء شديده فكان بيتلحق وبيتجاب رغم ان هو كان ممكن بيبقى رايح بحاله تقريبا انفراد وحصلت اكتر من مره. هم بيفتحوا الملعب جدا لكن بيبقى عندهم دايما اصرار في الحاجات اللي انا شفتها ان هم دايما يخترقوا اكتر من العمق أوكي. فاحنا لو قدرنا ان احنا نقطع الكوره في ظل التقدم الظاهرين بتوعهم دول على طول بس كم واحد هنقدر بالمرتدات ان احنا نعمل حاجه كويسه. بص كم واحد يا احمد هنا 2-4 تونس 2-4-6 كلهم في منطقتهم بس هنا الباك رايت فاتح خالص بتاع كرواتيا فاتح على اليمين والباك ليفت هنا برده مودريتش الباك ليفت مستنيه يعمل له البينيه فده انت هتشوف الشكل ده طول الماتش. كمل هنا بقى نقاط الضعف بتاعتهم اللي حضرتك كنت بتقول هنا دايما هم بيلعبوا بدفاع متقدم عشان هم بيلعبوا بضغط عالي
فدايما بيلعبوا دفاع الهاي لاين اللي هو قدام، فبيبقى في مساحات وراهم. خطره بقى هنا تالق مرموش واتريزيجيه بالمناسبه. صحيح طبعا. قلب برده هنا، بص يا كابتن، بص هنا هتلاقي الظاهرين بتوع تونس فاتحين والمساحات بص قد ايه في ظهرهم. فهنا مرموش وتريزيجيه يقدروا يستغلوه، هم الاقرب. هو كده كده السيستم برضو كابتن حسام، لو هم كانوا بيلعبوا بفكرة الضغط العالي، برضو كابتن حسام بيلعب كتير بفكرة الضغط العالي، فأنا أعتقد أن ده ممكن يبقى برضو لصالح المنتخب. طبعا كنت بهزر لما بقول أن احنا يبقى أفضل لينا اللي هم لعبوا بثقة، أن احنا ممكن الثقة بتاعتهم دي تخلينا نفوز، بس طبعا القصة لا تقاس بهذا الشكل. يعني أنا بتكلم من فنيا احنا عندنا فرصة فعلا لو قدرنا أن احنا نلعب بخطة سليمة، أن احنا ممكن فعلا نفوز على منتخب كرواتيا مع الفوارق الموجودة الفنية. كرة القدم مفيش فيها أنا الفريق الكبير يكسب، لا، انت ماتش نهائي تقدر ان انت تدافع بشكل منظم جدا، خاصه ان كرواتيا احنا قلنا عندها نقاط ضعف. نقاط ضعف دي ان انت الاول تخلي بالك من نقاط القوه بتاعتهم، ان انت تحد من الظاهرين بتوعهم بشكل كويس وتقفل العمق بشكل كويس على الثلاثه الخطيرين اللي هم في وسط الملعب، وتخلي بالك من الظاهرين وتلعب مرتده. ده نفس الاسلوب اللعب اللي عملناه قدام نيوزيلندا في الشوط الثاني، ان انت بس الشكل اللي كان بينقص منتخب مصر الهجمات المرتده، التحولات بتاعتك. يعني مرموش لما كان في اليمين يجب ان تكون التحولات اسرع من كده، وفي نفس الوقت دقيقه اكتر من كده، والتصرف في الثلث الهجومي يكون كويس. يعني التصرفات بتاعه مرموش في الماتش اللي فات وبتاعه تريزيجيه في لما كانوا بيدخلوا جوه 18 كانت التصرفات بتاعتهم الحقيقه سيئه جدا، رغم ان احنا طلعنا بكور طويله كتير جدا. احنا ما بنحضرش لعب، احنا بنلعب كور طويله من ورا ربيعه، كره طويله حتى بينزل مروان عطيه ويلعب الطويله على واحد من الجناحين، فاحنا لعبنا عدد كرات طويله برده ثابت محضر الارقام هنشوف. احنا لعبنا كور طويله كتير جدا واغلبها كانت سليمه، فروحنا كتير، انما التصرف دايما في جوه منطقه الجزاء او في الثلث الهجومي كان بيبقى تصرف سيء جدا من الجناحين. فاحنا ده مش وارد او مش المفروض ان هو يحصل قدام فريق بحجم كرواتيا، لان انت مش هتقدر تروح عليه كتير، هو هيمسك كوره صحيح علينا وهيضغط علينا جدا، فاحنا هتبقى فرصتنا دايما في وعندهم سرعه كمان يا صبري بشكل كبير، وعندهم كواليتي جدا كبير جدا في التمرير. يعني عندهم الثلاثه في نص الملعب معلمين في الحته دي، بيلعبوا كره يعني تمرير كتير جدا جدا جدا. هنرجع تاني نستكمل طبعا حديثنا، بس هنروح لفاصل سريع واخير سريع جدا ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا. منتخب مصر إلى أين؟ ده السؤال يمكن اللي جماهير بالملايين بتنتظر إجابته في الفترة القادمة تحت قيادة كابتن حسام حسن. نتمنى كل التوفيق بإذن الله لمنتخبنا. وخلينا نرجع بقى، كنا بنتكلم طبعا ورؤيتنا لمنتخب نيوزيلند وهذه المباراة الماضية، ومنتخب كرواتيا طبعا والمباراة المرتقبة، اللي كل برضو المصريين هيبقوا عينيهم على كابتن حسام حسن تحديدا. طب انت المباراة دي هتقدم لنا ايه؟ كل مباراة تقريبا هيبقى فيها كشف حساب او يبقى فيها تحليلات قيمات. خلينا نتكلم برضو ونرجع تاني نستكمل حديثنا عن منتخب كرواتيا. كنا بنتكلم يا أحمد عن بعض التحليلات الخاصة بالأرقام وغيره وطرق اللعب. يمكن احنا معنا أرقام سريعة بقى يا أبو حميد. لسه سمبل ماشي. تمريرات ثلاثي وسط الملعب بتاع كرواتيا لوكا مودريتش وبروزوفيتش وكوفازيتش. الثلاثة طبعا مودريتش في ريال مدريد، بروزوفيتش في النصر السعودي، كوفازيتش في مانشستر سيتي. التمريرات بتاعتهم في الماتش اللي فات مفيش حاجه خالص، ريال مدريد ومانشستر سيتي والنصر السعودي ولا حاجه. مودريتش 58 تمريره صح من 64، بروزوفيتش 94 تمريره، وده اكتر واحد بيعمل تمريرات، عشان كده قلت ان لازم حد يقرب منه عشان نمنع البيلد اب بتاعهم. وكوفازيتش 67 تمريره صح من 69، فدي يمكن تمريرات ثلاثي الوسط. معانا برضو معلش ارقام مروان عطيه اوكي، لانه يستحق برضو مروان عطيه وربيعه. ربيعه الناس كتير الاثنين تالقوا بشكل كبير الحقيقه، ربيعه ناس كتير مش حاسه، لازم الناس تدي له حقه. ربيعه يا جماعه احنا بنكسب مدافع بمهم جدا، انت النهارده لما بيغيب عنك ياسر ابراهيم بيظهر ربيعه، ظهر بشكل كويس جدا في ماتش الزمالك وفي ماتش نيوزيلندا. يمكن برضو ارقام مروان عطيه اهي، لمس الكره 66 مره، دقه تمريراته 83%، التمريرات الطوليه 3 من 4، محاولات واحدة اللي هي جت في القائم، أكتر من قام بتاكلنج صحيح في المباراة 5. مروان عطية أخذ رجل المباراة. نكمل نجيب، هنلاقي برضو أنه هو أكتر من فاز بالتحامات ثنائية، وحصل على أخطاء وشتت الكرة 3 مرات، التدخلات الدفاعية مرتين، وأخذ تقييم 7 و4. معنا برضو صورة رجل المباراة ليه، أخذ فيها رجل المباراة. أما رامي ربيعة، رامي ربيعة مكسب كبير، وواحد من اللعيبة اللي هي عندها التحضير من تحت بشكل كويس، وعنده شخصية وعنده خبرات، فبرضه رامي ربيعه يستحق التحيه على اللي بيقدمه طبعا، سواء مع منتخب مصر او مع النادي الاهلي. طيب صبري، مين اللي يعني شايف ماتش سيمبا ازاي؟
مش بقى نيوزيلاند. خلينا نروح لماتش سيمبا لانه كل جمهور النادي الاهلي ينتظر هذه المباراه في ظل هذه الحاله اللي بيمر بيها النادي الاهلي ما بين اصابات وما بين عدم وجود قوام رئيسي للفريق خلال الفتره الماضيه. يعني احنا نتمنى وهذا برضو عشان برضو مش كل شويه ده مش تبرير يا جماعه صحيح. ولكن هذه هي الحقيقه واقع يعني واقع قدامنا بنقوله لحضراتكم. نتمنى طبعا ما يكونش في اصابات تاني خلال الايام الجايه دي واللي موجود بقى يروح الاهلي بمن حضر في الاخر. مباراه في سيمبا بتكون مباراه صعبه سواء يعني نتائجنا مع سيمبا هناك في ملعبه بتكون الماتش اصلا بيكون في ملعب كبير ودرجه الحراره هناك وكمان فكره نقص الاكسجين فبيقلل جدا من استعداد اللعيبه والنفس. حضرتك فاهم الدول دي بتبقى الوضع فيها عامل ازاي. في استاد فيه 60,000 متفرج وفرقه كويسه الحقيقه بتقدر توصل وبتصنع فرص كتير جدا على المرمى فهي مباراه مش سهله. احنا من الناحيه الثانيه اقوى فريق في افريقيا وده صحيح. بيتعمل له مليون حساب حتى لو عندنا غيابات حتى لو عندنا مشكله في اهدار الفرص او ايا كانت الشكل انما الاهلي فريق كبير ورايح هناك بقوته وهو اللي يتخاف منه مش بس خلي بالك يا صبري دي نقطه قوه وضعف لينا لان انت عشان دايما الكبير فالانديه المنافسه اللي بتلعبك دايما بتبقى بمستوى مختلف يمكن ضعف مستواها الفني صحيح. دايما حطاك ككومبيتيتور او كمنافس اساسي عايزه توصل لك وتعديك فهي حاجه ميزه وحاجه يعني فاهم لها وجهين يعني هو ده قدر الكبار الاهلي فريق كبير في مصر بره مصر في اي صحيح. حته بيروح يلعب فيها هو اكبر فريق موجود في اي بطوله بيلعب فيها على مستوى القاره فطبيعي جدا ان اي نادي ايا كان اسمه ايا كانت سطوته جوه دولته لما بيجي قدام النادي الاهلي بيبقى افضل بكتير 200% وعايز يثبت نفسه قدام الكبير فهو ده قدر وده حاجه يعني احنا المفروض خلاص معتادين عليها جدا يعني فنتمنى ان شاء الله ان بس ما يكونش في اصابات اكتر من كده لا كده حلو قوي كده جميل استوينا الحقيقه وان شاء الله نحقق نتيجه كويسه قدام سيمبا باذن الله انا متفائل يعني سيمبا الارقام بتاعتها عامله ازاي يا احمد سيمبا فريق منظم برضو انت بالنسبه لك بيغيب عنك اتنين اساسيين من منتخب مصر ومن النادي الاهلي محمد الشناوي اللي هو يعتبر افضل حارس في مصر وامام عاشور افضل لاعب 8 في مصر فالاصابتين دول اكيد لا يفرقوا حتى لو خلي بالك وياسر ابراهيم واسامه ابو علي وطبعا بس انا بتكلم برضو على اللعيبه اللي هي بتلعب بشكل مستمر ولاعيبه عمود فقري في منتخب مصر مظبوط يعني الاتنين مزبوط. اساسيين في منتخب مصر سواء امام عاشور او الشناوي فلما يغيبوا لا يفرقوا وبرضه هيغيبوا على مدار البطوله يعني هيغيبوا فهيفرقوا حتى لو لحقوا مثلا حد فيهم لحق النهائي ان شاء الله فيفرقوا فانت ازاي بقى هنا من مارسيل كولر ازاي هتعوض الغيابات دي خاصه خطوره سيمبا في عبد الحق بن شيخه اللي هو المدرب بتاعهم المدرب بتاعهم ده الفرق ما بين سيمبا اللي قابلنا في الدوري الافريقي اللي احنا تعادلنا معاه 2-2 1-1 عن الماتش ده في المدرب ده بيعرف يلعب الفرق الكبيره كويس جدا بيعرف يدافع فانت هتقابل فريق منظم جدا جدا فريق سيمبا عنده الاختلاف ان هم جابوا اتنين لعيبه واحد سنغالي في وسط الملعب صغير في السن ومهاجم من جامبيا دول الاختلافين اللي حصلوا اما هم اعتمادهم دايما على 4-2-3-1 السرعات قدام فرقه بتبقى سيمبا دايما متقسمه خمسه ورا او نص الفريق ورا واربعه قدام هم اللي بيهاجموا دايما عندهم بطء في الارتداد فانت برضو لازم نفس المنتخب مصر هيعمله قدام كرواتيا ان انت تدافع بشكل كويس ده طريقه لعبهم اللي قدامنا على الشاشه فيها كلاتوس تشاما الزامبي فيها سعيدي اللي عامل موسم كويس جدا من بروندي وعنده 36 سنه اخطر لعيب دلوقتي في كوبو اللي هو اللعيب ابو شعر طويل اللي هو الجناح الشمال وفي جوب اللي هو رقم 2 اللي هو المهاجم ده اللي جايبينه جديد من جامبيا ورقم 23 ده صار اللي هو جايبينه من السنغال صغير في السن جنبه بيلعب فابريس نجومه الاربعه اللي ورا ثابتين طبعا حراسه المرمى ايوب لاكرا ده مغربي شيما لون الكاميروني وانجونجا اتنين مساكين محمد حسين ناحيه الشمال وكابومبي الكاميروني ده يمين نفس التشكيله اللي قابلتنا ولكن الاختلاف في رقم 2 ورقم 33 المدرب بتاعهم عبد الحق بن شيخه اكيد يعني فريق عارف النادي الاهلي كويس طبعا وحافظه. يعني جزائري عربي في النهايه لاعب النادي الاهلي اكتر من مره حتى تحت انديه اخرى يعني فاكيد طبعا اخذ مننا السوبر يعني كولر بقى عايز ايه ياخذ بالصقر منه يعني في المباراه دي ان شاء الله رايك سريعا في المباراه يا صبري اعتقد ان هي هتبقى مباراه قويه هم على على الصعيد الهجومي والدفاعي كويسين الحقيقه ارقامهم يمكن قريبه من الاهلي جدا حتى في صناعه الفرص بيصنعوا حوالي 13 فرصه في كل مباراه وده رقم قريب قوي من الاهلي بيصنعه عندهم يعني قدرتهم على تحويل الفرص دي لاهداف اعلى شويه من الاهلي الحقيقه في الحاله الدفاعيه هم عاملين 4 كلين شيت لحد دلوقتي احنا عاملين 5 في الارقام قريبه جدا الماتش ده مش هيكون سهل على الاطلاق لكن
ان شاء الله متعشمين خير ومتفائلين. الاهلي فريق كبير وان شاء الله نحقق نتيجه كويسه يعني ونكسر النحس بتاع الملعب ده بقى ونكسب يعني باذن الله. عمرنا ما كسبنا هناك ان شاء الله. نورتونا بجد يعني زملائنا الاعزاء وده بيتكم يعني انتوا مش ضيوف طبعا يعني صبري واحمد او دكتور احمد بقى يعني وان شاء الله يبقى في تفاؤل واحنا انا كمان متفائل على مستوى الشخص سواء للمنتخب او النادي الاهلي كل التوفيق. كابتن اسلام انا سعدت والله العظيم بالحلقه دي. انا مبسوط. لا بجد والله ربنا يخليكي والف شكر ليك يا احمد والف شكر ليك يا صبري. اشوفكم على خير ان شاء الله وكل سنه وحضراتكم طيبين وان شاء الله ربنا يكرمنا سواء منتخب مصر او النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. خلي بال حضراتكم مره تانية هي مباراه ليست مباراه منتخب النادي الاهلي ضد نادي سيمبا هي مباراه ليست سهله مباراه صعبه جدا 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 كل الامور اللي اتكلمنا فيها النهارده تزيد من صعوبه هذه المباراه ولكن دائما وكالعاده النادي الاهلي ورجالته قدها وقدود ربنا يكرمنا ان شاء الله يوم الجمعه القادم ونستطيع ان نفوز ونصل للدور اللي بعد كده. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وكالعاده غدا حلقه جديده من الاهلي في رمضان. We'll be right back.